صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. حلقة التلات بنتكلم في 29 مارس، وهو اليوم المنتظر، يوم الحسمة، لأن النهاردة الساعة 7 بالليل هو أهم ميعاد بينتظره تقريباً 100 مليون مواطن مصري علشان تنطلق صفارة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال، اللي إن شاء الله يعني منتخب هيجبر فيه خواطر 100 مليون مصري. النهاردة لقاء الحسم اللي إن شاء الله ربنا هيكرمنا فيه وهنصعد من خلاله لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي. أكيد هتكون مباراة صعبة، مش هتكون سهلة خالص أو سهلة بالمرة، لأنها بتتلعب هناك في السنغال أمام منتخب هو أقوى منتخب حاليا في إفريقيا، لكن إن شاء الله رجالة مصر قدها وهيقدروا اللي هم يغيروا المعطيات اللي هتكون موجودة في أرض الملعب، وهيفرجونا النهاردة على كرة حلوة وهيفرحونا. وليه النهاردة بقول هيفرجونا على كرة حلوة؟ لأن في كان بعض التشكيكات ان اداء المنتخب ما كانش هو المتوقع في المباراه اللي فاتت، لكن خلينا اقول لكم ان المباريات المهمه دي بيكون الاداء فيها مش هو اللي مسيطر على قد ما بيكون المسيطر فيها الفوز. الفريق اللي بيفوز، الفريق اللي بيقدر يحسم المباراه لصالحه، هو اللي بيكون الافضل مهما كان اداء اللاعب اللي قدامك او المنتخب اللي قدامك. ده حقيقي يا احمد. خليني اقول لك ان النهارده المباراه مش هتبقى سهله، لانه ما فيش مباراه في المطلق سهله. كمان نوعيه المباريات دي بالذات لازم تكسبها، لان انت مش بس لازم تعمل جيم كويس، لا، انت المهم تعرف انك تكسب، وده اللي احنا قدرنا نحققه في المباراه الاولى. وعشان احنا طبعا حققنا الفوز في المباراه الاولى، احنا ممكن نتعادل المباراه دي، لكن احنا طماعين وعايزين نشوف المنتخب المصري بيتفوق وبيفوز. هي 90 دقيقه محتاجين تركيز من اللعيبه، محتاجين من الجهاز الفني ان هو كمان يبقى مركز مع اللعيبه. المهم ان الكل يلعب بحماس ورجوله زي ما عودتونا دايما. تقدروا ان انتوا تعملوا ده، تقدروا تحققوا الفوز، تقدروا تفرحونا. منتخب قوي، منتخب قادر، هو من اقوى المنتخبات، والجيل ده بالذات جيل في ناس كتيرة محترفة برا، واحنا 100 مليون مواطن وراكم بنشجعكم من كل قلبنا. اكيد يا بسنت، زي ما بتقولي هي 90 دقيقه، بس خليني اقولك في حاله التعادل مش هتبقى 90 دقيقه، وده يعني اسوأ السيناريوهات اللي موجوده، لكن مفيش حاجه ممكن تكون سيئه، لان التعادل في هذه المباراة هيأهلنا. لكن في حالة اللي احنا لو تعادلنا لا قدر الله أسوأ الظروف وهم جابوا جون، فيبقى جون قدام جون، هو ده التعادل اللي أنا أقصده. في الحالة دي هنتأهل لو احنا تعادلنا، لكن لو كان في فارق أهداف هنلعب أهداف أو هنلعب شوط إضافي، بالإضافة اللي احنا هنروح لضربات يعني الترجيحية، اللي في الحالة دي برضو خلينا أفكركم كده بالسيناريو اللي حصل، إن 120 دقيقة ما قدرش فيها في بطولة الأمم الأفريقية إن هم يدخلوا فينا جوان. فبرضو حتى في أصعب السيناريوهات إن شاء الله إحنا قدها، لكن الماتش اللي فات في استاد القاهرة برضو لعبنا 90 دقيقة ما قدرش برضو فيها المنتخب السنغالي اللي هو يسجل هدف في شباك المنتخبات، حتى في شباك المنتخب الوطني. حتى وإن كان يعني التحليل الخاص بالأداء بيقول إن السنغال كان عنده 24
هجمة من خلال الكور الطويلة، لكن قدرنا من خلال الدفاع الجيد اللي موجود عندنا وطبعا يعني الوحش بتاعنا محمد الشناوي، قدرنا ان احنا نطمن قلوب كل المصريين، وقدرنا ان احنا نختنس الفوز، واصبح عندنا افضلية الفوز على ارضنا. ويمكن ده اللي مخلينا النهاردة مطمنين ان شاء الله ان شاء الله، واحنا موجودين في المباراة الخاصة بالسنغال على ارضهم، لان ده هيعمل حاله من حالات الارتباك عندهم. فكره ان انت تنزل تلعب وانت تحت ضغط، ده بيخليك برضو مرتبك، وانت كل تركيزك ان انت عاوز تجيب جون باي شكل من الاشكال، فبيخلي يبقى فيه صعوبه الى حد ما في المباراه. خلينا برضو اقول لكم حاجه تانية، ان فكره ان دي اصعب مباراه يعني في تاريخ الجيل الحالي، لان هي حتى اصعب من المباراه الخاصه بالكونغو في 2018 اللي اهلتنا لكاس العالم في روسيا. ويمكن من أهم الحاجات اللي هتحصل النهاردة أن الماتش هيتزاع على قناة أون سبورت، فكلنا إن شاء الله هنتفرج على المباراة، كلنا هنقادر المنتخب المصري لحد إن شاء الله ما نتفرج على المنتخب وهو موجود في كاس العالم في قطر في مباراة هتكون يعني من أهم المباريات للجيل الحالي، لكن سهل علينا إن شاء الله. أنت قلت أن المباراة يمكن صعبة، لكن خليني أفكرك كمان أن إحنا الجيل ده أو المنتخب الجيل ده تاني مرة يتأهل، فإحنا عندنا يعني روح معنوية عالية جدا، وإحنا كمشاهدين وكجمهور إحنا وراكم يعني قلبا وقالبا، إحنا بنشجعكم من كل قلبنا ومعاكم ووراكم أيا كانت النتيجة، إحنا كده كده بنشجع منتخبنا، إحنا فريق قوي بيعرف يدافع بشكل كويس، عندنا قدرات هجومية بتعرف إن إحنا بنعرف إن إحنا نستغلها في اللحظات المناسبة. البعض كان بيقول انه منتخب السنغال فيه لعيبه كتير قوي محترفه بره، يمكن احنا لعيبتنا محليين، لكن في الحقيقه اللي احنا شفناه لا، اللعيبه رجاله معلش يعني، حتى لو في شويه شفنا يمكن الدنيا نامت شويه في الماتش اللي فات في نص المباراه، لكن في الحقيقه لا، اللعيبه في الاخر رجاله وحققنا الفوز. عندنا منتخب قوي سواء في النواحي الفرديه او الجماعيه، على المستوى الفردي انت عندك محمد صلاح هو عايز يحقق الفوز، لان هو لو حقق الفوز مع المنتخب ده بيأهله ان هو يبقى ياخد افضل لاعب في العالم، تشانس بتاعته او فرصه بتبقى اكتر. عندنا كمان عناصر كويسه في كل الخطوط زي ما قلت لكم، زي كيروش اللي اكتر حاجه بتميزه انه بيشتغل بواقعيه وبيحط تشكيل متوازن في كل مباراه، واحنا في الحقيقه كنا في الاول شاكين برده في اداء كيروش، لكن الراجل اثبت لنا انه قدها وقدود. ان شاء الله هنبارك لبعض، ان شاء الله هنبارك لبعض على الفوز، مش بس على يعني التعادل، لا هنفوز ان شاء الله، احنا واثقين في منتخبنا الوطني، كل الدعم لمنتخبنا، كل الدعم للعيبه الرجاله، كل الدعم للجهاز الفني، ربنا يا رب يجعل يومنا النهارده فوز ومكسب وفرح. ويعني انا حاسه ان احنا نقعد القعده دي كمان كام يوم وهنبقى مباركين لبعض ان شاء الله، نشوف مباراه تانية جايه لمنتخبنا الوطني بقى لما نتاهل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني مباراه القوه امام الاراده. وخلينا افكركم ان دايما اراده المصريين هي اراده صلبه لا تلين ابدا، وفي المواقف وفي وقت الشده دايما بنكون قدها. ان شاء الله النصر هيكون النهارده لمصر. صباح الخير على حضراتكم، صباح النصر يا مصر. دلوقتي نروح مع حضراتكم نصبح على زميلتنا في الاستوديو منا، ونعرف منها اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب النهارده. يا صباح الفل عليك يا منا. صباح الفل عليك يا بسان، صباح الفل عليك يا احمد. منا احنا عايزين نعرف الطقس، انا ما بقيناش فاهمين حاجه، يعني الصبح حر وبالليل ثلج، فمش فاهمين بقى ده اللي بيحصل وقت المباراه، ان بقى قاعدين كده نبتدي المباراه بتحرر وفجاه تلاقيها تبرد في المباراه كده، الاجواء تهدى وبعدين ترجع تحرر تاني لما نلاقي هجمات مش مريحه. هو الطقس عامل زي المباريات يعني، احنا عاوزين الساعة اللي بتطمن قلبنا لما بنفوز، بس ان شاء الله يا رب. لا هي مش موجوده النهارده معانا في الطقس، لكن ان شاء الله تبقى موجوده معانا في المباراه ان شاء الله. النهارده نتوقع ان شاء الله المباراه تكون ظريفه جدا، الامور تبقى طيبه. احنا رايحين كنا يعني عشمانين في اهداف اكتر، لكن ان شاء الله برضو الامور طيبه، واحنا رايحين بنفس هاديه يعني، لا مش لدرجة ثقة رهيبة، بس يعني الأمور طيبة إن شاء الله. وإحنا لازم نبقى ورا منتخبنا، إحنا عايزين نقول إن الولاد رجالة وبيلعبوا بشكل محترف. إحنا المرة دي يمكن على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت كان بيتقال إحنا عايزين نرجع الجيل الذهبي تاني، وعايزين نبقى بنفس قوة المنتخب وقت مثلا كابتن حسن شحاتة، عايزين نقول إن وقتها يمكن كان 2 محترفين أو 3 محترفين، لكن إحنا دلوقتي 2 محترفين، يمكن وقتها كان زيدان وميدو
وهم المحترفين، لكن احنا دلوقتي عندنا 5 محترفين في المنتخب، كل شوية الأعداد بتاعتنا بتزيد، وده بيفرق معانا جدا في الاحتكاك الدولي. فنقدر نقول إن شاء الله إن احنا هنتفرج على مباراة نتوقع إنها تكون قوية جدا. فكرة بقى إن احنا مستنيين فنيات وإبهار والحاجات دي، ده مش وقت المباريات الكبيرة، ومش هو ده المدرسة البرتغالية اللي أصلا قائمة على فكرة يعني باللغة الدارجة كده اللي تغلب بيه العب بيه. فهم مش بيبقى هدفه قد إن هو يجيب سكور أو نجيب أهداف، قد ما بيبقى الهدف إن احنا بس نتأهل ونوصل ونكسب المباراة. النهاردة بقى عندنا أخبار كتير، عندنا استعراض لأحوال مرور، وعندنا طقس، وعندنا عملات. يلا نبتدي على طول لكل الناس اللي لسه ما نزلتش، نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة، وطبعا احنا متعودين على الكثافات والزحمة الصباحية بالتزامن مع ميعاد ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات. وهنبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو، احنا شايفين قدامنا سيولة مرورية نسبية، اما بقى لو بصينا على الكورنيش هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات اللي هيكمل للمعادي وحلوان ولغاية 15 مايو. لو رحنا في اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس هنلاقي سيوله مروريه نسبيه، لكن طبعا الكثافات هتزيد بعد شويه على طول كوبري اكتوبر ولغايه نزله غمره والعباسيه. اللي هيبص بقى على شارع بورسعيد والشرابيه وحدائق القبه ولغايه كوبري السواح والاماريه والعكس هنلاقي طبعا في كثافات. الطريق الدائري او اللي هياخدوا الطريق الدائري ياخدوا بالهم ان طبعا هنلاقي كثافات عند مؤسسه الزكاه والمرج والخصوص ولغايه نزله الطريق الزراعي كالمعتاد في الوقت ده. نروح بقى لمحافظة الجيزة، هنشوف شوارع بتشهد بعض الكثافات المرورية، وطبعا هتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، وده طبعا بالتزامن مع انتظام الدراسة في المدارس والجامعات. خلينا نروح للأماكن اللي متواجد فيها رجال المرور للعمل على تنظيم حركة المرور. هنبتدي مع بعض من محور 26 يوليو، في كثافات مرورية للمتجه لميدان لبنان، ولو بصينا على محور صفت هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو بصينا بقى عند شارع الهرم، واحنا عارفين ان في اصلاحات كتير واعمال حفر موجوده في شارع الهرم، هنلاقي في بعض الكثافات اللي هتزيد مع ميعاد الذروه في مناطق مشعل من شارع العشرين ولغايه الطربيه، وكثافات عاليه للمتجه لكوبري الجيزه ولغايه شارع فيصل بمنطقه الطوابق ولغايه العشرين. هنلاقي كمان كثافات تانيه ظهرت في شارع السودان ولغايه جامعه القاهره وميدان النهضه وصولا لمناطق بولاق وامبابه، وكمان بتظهر كثافات مروريه متحركه بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع اقتراب موعد دخول الموظفين للجامعة. نشوف مع بعض محافظة سوهاج، واللي هنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات مرورية طبعا برضو بسبب حركة الطلاب والموظفين. لو خدنا مع بعض طريق عبد المنعم رياض وطريق اللي بيربط بطريق العارف وطريق الحواويش هنلاقي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة بطبيعة الحال هيكون فيه كثافات المرورية. طريق الحواويش الرئيسي هنلاقي فيه سيولة نسبية، أما طريق المنشية أخميم جرجة بيشهد برضو سهولة مرورية في الاتجاهين للي جاي من مدينة سوهاج أو العكس. لو بصينا بقى على طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي الطريق ما فيهوش أي مشاكل وفيه سيولة مرورية. بني سويف، ونشوف كوبري بني سويف، احنا شايفين سيولة مرورية نسبية. لو وصلنا كورنيش بني سويف احنا لاقيين دلوقتي سيولة برضو مرورية، وكنكمل من الكورنيش ولغاية ما بنوصل لمكتب التأمينات في محافظة بني سويف احنا شايفين سيولة مرورية. اجمالا الامور طيبة جدا في محافظة بني سويف. خلينا بقى نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية لليوم النهاردة. هنبتدي مع بعض بالدولار الأمريكي اللي في سعر البيع 18.37 والشراء 18.27، اليورو للبيع 20.15 والشراء 20.03، البيع للجنيه الاسترليني 24.10 والشراء 23.96.
الفرنك السويسري، البيع 19.63 والشراء 19.52، اليوان الصيني البيع 2.88 والشراء 2.86، 100 ين ياباني البيع 14.81 والشراء 14.72، الريال السعودي البيع 4.89 والشراء 4.87، الدينار الكويتي البيع 60.47 الشراء 59.92، الدرهم الإماراتي البيع 5 جنيه والشراء 4.97. أما بقى بالنسبة لأسعار الذهب، خلينا نعرف مع بعض سجل كام النهاردة. الذهب النهاردة سعر السوق في جرام عيار 18.840، عيار 21.980، عيار 24.120، وهي الجنيه الذهب بيسجل 7.840. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس، واللي النهاردة فيه هيكون ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 34 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 20 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نروح لأحمد والبسنت ونبتدي معاهم التفاصيل. شكرا لك يا منى. طيب دلوقتي مشاهدينا خلونا نبدا باخبارنا كالمعتاد، واهم الاخبار اللي حصلت امبارح اللي ما بينها او من اهمها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امبارح وتلقى اتصال من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اللي اشاد سيادته فيه بالتطورات الملحوظه والطفره النوعيه في العلاقات الثنائيه بين مصر وبريطانيا في كافه المجالات. وخلال الاتصالات او خلال الاتصال قال رئيس الوزراء البريطاني ان مصر بتعد احد اهم شركاء بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كمان سيادة الرئيس استقبل امبارح برونو لمار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وأكد سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وكمان أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير التعاون المشترك في ضوء الزخم المتواصل اللي بتشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعربا عن التطلع لتعميق وتطوير أفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة. من جانبه نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشددا على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021. وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، خاصة في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والاتصالات
والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهيدروجين الأخضر. من أخبار مؤسسة الرئاسة، تعالوا نروح دلوقتي لمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح واللي بنرصدها من خلال التقرير التالي اللي فيه مجموعة من الأخبار. يمكن أهمها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع وشاهد الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بالإضافة لمتابعة ملفات عمل وزارة البترول والتأكيد على توافر المنتجات البترولية عند مستويات آمنة، بالإضافة الأخبار تانية هنتابعها في التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التوجيهات اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية علشان ضمان توافر السلع للمواطنين، ده غير التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع خلال شهر رمضان. كمان الدكتور مدبولي تابع ملفات عمل وزارة البترول وأكد على الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية في ظل الظروف العالمية اللي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع كمان تم التأكيد على توافر المنتجات البترولية عند مستويات آمنة. امبارح أيضاً شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية، وده لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي قال إنه في علاقات صداقة قوية للغاية ما بين مصر وفرنسا، وده بينعكس على تمتع البلدين وارتباطهم بمستوى عالي من التقارب. أيضاً امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ميرسك العالمية، وده علشان إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر. وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي من أهمها احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى الأولى لتعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن. وكمان النهاردة صندوق الإسكان الاجتماعي هيفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية من الشقق المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل، ده غير المباريات المهمة اللي هتتلعب في إفريقيا وأوروبا كمان عشان التأهل لنهائي كأس العالم. خلونا نشوف التقرير. صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هيفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية من الوحدات المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل واللي لم يتم حجزها بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وده هيكون الساعة 9 صباحا وهيتم غلق باب الحجز بكرة الساعة 12 منتصف الليل. النهاردة هيئة قناة السويس هتحتفل بذكرى تعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن، والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة هيعمل مؤتمر صحفي وهيستعرض مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال الأونة الأخيرة. كمان النهاردة هيتم افتتاح مجمع الفلك بقرية أكوى الحصة التابعة لمركز كفر الزيات والخاص برعاية أبطال متلازمة داون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وده بحضور البابا توادروس بابا الإسكندرية والكنيسة الأرثوذكسية ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي. أما بقى لعشاء الرياضة وتحديداً كرة القدم وتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، النهاردة هيلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي الساعة 7 بالليل في لقاء الإياب، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب نيجيريا مع غانا، والساعة 9:30 هيكون في 3 مباريات، الكاميرون أمام الجزائر وتونس ومالي.
أما تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم هيكون الساعة 9:15 مباراة منتخب البرتغال مع شمال مقدونيا وبولندا مع السويد. طيب مشاهدينا تعالوا نروح دلوقتي لجولة أخبار المحافظات من خلال تقرير رصدنا فيه أهم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات وتحديدا صعيد مصر، اللي من بينها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة قنا وفعاليات حفل تخريج أول دفعة من البرنامج التدريبي لقادة المستقبل في جامعة أسوان، وأخبار تانية مهمة من أسيوط والمنيا هنتابعها في التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من قنا. الاجتماع الدوري اللي عمله اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بتصل ل 1973 مشروع. خلال الاجتماع ده تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الري والطرق. امبارح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أعلن عن بدء أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بإقليم القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وده طبقاً لخطة الشركة الموضوعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية بهدف ضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين. في أسوان شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فعاليات حفل تخريج أول دفعة من البرنامج التدريبي لقادة المستقبل، وده ضمن الاهتمام طبعاً بتدريب وتأهيل كوادر طلابية في إطار إعداد قادة المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل. في أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قال إنه جاري استكمال أعمال رصف الطرق المعتمدة بخطة الرصف بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة بتبلغ 34 مليون جنيه، وده بهدف رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين. وفي المنيا أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء أعمال رصف الطريق الدائري بمركز أبو قرقاس بجنوب المحافظة، وده بداية من طريق الشيخ مبارك بامتداد شارع مكة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بهدف رفع الخدمات المقدمة للمواطنين. خلونا نروح لمحافظة سوهاج واللي بتتصدر محافظات الجمهورية في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، عشان كده المحافظة عملت احتفالية وكرمت فيها المتميزين في مبادرة سوهاج خالية من الأمية. احتفالية جامعة سوهاج النهاردة فيها احتفالا بتحقيق جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في دورة يناير 2022، والحقيقة كل ده جه نتيجة جهود أبناء الجامعة في محو أمية الشعب السوهاجي بعد المبادرة اللي دشناها في 17 من نوفمبر الماضي على نفس المكان وفي نفس البقعة، والحمد لله النهاردة بنقول بنبعت من رسالة لفخامة الرئيس السيسي بنقول له إن احنا من على أرض جامعة سوهاج مستمرين في تنفيذ الفعاليات التي تؤدي إلى تطوير البشر تعاطيا مع مبادرة رئاسية مبادرة حياة كريمة اللي هي بنطور فيها الحجر والبشر. النهاردة محو أمية الشعب السوهاجي يدل على إيماننا بهذه المبادرة وإن احنا بنفعل هذه المبادرة من على أرض جامعة سوهاج، وبنقول لفخامة الرئيس إن احنا على العهد سائرين إن شاء الله. هذه الاحتفالية جاءت بمناسبة حصول محافظة سوهاج على المركز الأول كأعلى معدل إنجاز فيما تحقق في الدورة الامتحانية الأخيرة، وأيضا على حصول محافظة سوهاج على المركز الأول في من تم محو أميتهم بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضا لحصول جامعة سوهاج على المركز الأول بين الجامعات المصرية التي حققت إنجاز في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. جايين أيضا نبارك لجامعة سوهاج حصولها على كأفضل جامعة في مجال محو الأمية عن دورة يناير 2021، نجحت خلال 3 أشهر 11200 ناجح على أرض هذه المحافظة وخصوصا في قرى حياة كريمة، فده نجاح كبير بكل تأكيد يحسب للسيد المحافظ وأيضا للرئيس رئيس الجامعة وأيضا لكل القيادات التنفيذية داخل أرض سوهاج. في الحقيقة يعني مبادرة من المبادرات الناجحة اللي لها تأثير وتأثر مباشر للمواطن،
سوهاج خالية من الأمية. يمكن من المبادرات المهمة وعجبني قوي حالة التنافسية اللي موجودة ما بين المحافظات بعضها لبعض علشان خاطر حاجة هادفة، فكرة اللي احنا نرتقي بحياة المواطنين، لأن هو دي الفلسفة اللي قايمة عليها الجمهورية الجديدة تحديدا. قبل ما بنطور الحجر بنطور البشر، ولو افتكرنا كان عندنا عام خاص بتأهيل البشر وإعادة بناء الإنسان المصري اللي كانت يعني أول وأهم محور فيه فكرة الارتقاء بالمستوى التعليمي الخاص بالمواطن المصري تحديدا. محو الأمية حاجة مهمة جدا علشان التحول الرقمي كمان اللي احنا بنتكلم فيه. ما ينفعش اللي احنا بنقول تحول رقمي، ما ينفعش بنقول اللي احنا عندنا تكنولوجي وفي نفس الوقت ما عندناش مواطن قادر على يعني نقول فك الطلاسم أو فك الخط بمعنى أصح، فبالتالي مش هيعرف يتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل من حوالينا. فيعني كل التوفيق للقائمين على هذه المبادرة في محافظة سوهاج تحديدا، وبالتأكيد باقي المحافظات الأخرى يعني. بس أنت أعتقد حاجة من الحاجات المهمة والمبادرات التشجيعية المهمة اللي لازم ندعمها كلنا يعني. ده أكيد يا أحمد، وزي ما أنت قلت مش هينفع النهاردة أن احنا في جمهورية بنتكلم عن جمهورية جديدة، بنتكلم عن جمهورية متقدمة بننافس بيها دول متقدمة. عايزين النهاردة عملنا عواصم جديدة للمحافظات الموجودة بنتأهل بيها لحاجة أحسن، وعايزين نتقدم بيها بحاجة أحسن، ولسه في مواطنين مصريين كتير لسه مش عارفين زي ما أنت قلت يفكوا الخط. فالنهاردة لما نشوف مبادرة زي دي من محافظة سوهاج زي ما أنت قلت، ده هيشجع المحافظات التانية أن هي تعمل حالة التنافس المبادرة. نطلع فاصل؟ يلا نطلع فاصل مشاهدينا دلوقتي، ونرجع ونكمل معكم الكلام في صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. كل جيل التمانينات والتسعينات فاكرين الخمس في ليالي الحلمية وتدري في زيزينيا والشخصيات الشهيرة اللي قدمها الفنان عهدي صادق اللي توفته المنية امبارح الصبح يوم الاثنين، واللي رغم انه مقدمش ادوار بطولة مطلقة لكن في الحقيقة هو كان دايما بيقدم ادوار مش ممكن حد فينا يقدر ينساها. كان عنده حالة فنية مختلفة من نوعها، فيها مزج كده ما بين التراجيديا والكوميديا. شارك في أعمال كتيرة، شهد والدموع، رأفة الهجان اللي تألق فيه في الحقيقة، أرابسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، وغيرهم غيرهم كتير من الأعمال اللي علمت معانا كمشاهدين لحد النهاردة. يعني امبارح رحل الفنان عهدي صادق بعد مشوار طويل وكبير وأعمال فنية كانت إضافة مهمة للقوة الناعمة. يعني رحم الله الفنان الموهوب. الخمس في ليالي الحلمية وتدري في زيزينيا وفيليب في رأفة الهجان، مزيج التراجيديا والكوميديا الفريد. الفنان عهدي صادق اللي رحل عن عالمنا امبارح بعد معاناة مع المرض. عهدي صادق من مواليد 1950، عشق الفن من صغره والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات وقدم مجموعة من الأدوار اللي صنعت منه أيقونة نجاح وتميمة حظ لصناع الدراما. الفنان الراحل عهدي صادق ما كانش من أصحاب البطولات المطلقة، لكنه كان دايماً بيؤدي الأدوار الصعبة اللي ظلت في ذاكرة المشاهدين، خاصة الأعمال التلفزيونية الرمضانية في فترة الثمانينيات والتسعينيات. وشارك وقتها في ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رأفة الهجان، أرابيسك، زيزينيا، وبوابة الحلواني، وغيرهم كتير. آخر أعماله كان دوره في مسلسل الفتوة وجسد فيه شخصية عم مسعد، وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال منها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبي واسمتك، الجماعة اتنين، وغيرها. يعني رحمة الله على الفنان المبدع عهدي صادق. كلنا سنرحل لكن يبقى الأثر دائما، والمسيرة المتوجة والمفعمة بالكثير من الأعمال. يمكن أهم ما كان بيميز عهدي صادق اللي هو كان بيميزه في أدواره اللي هو بيقدم شخصيات مركبة، شخصيات كان صعب جدا على أي ممثل اللي هو يقوم بيها، وامتدت أعماله لأكثر من 240 عمل. كانت كل أعماله دي من السبعينيات بتعد بمثابة مفتاح النجاح الحقيقي لنجاح يعني كل هذه الأعمال. أكيد كلنا زي ما شفنا من خلال التقرير اللي فات
عارفين شخصية عم مسعد الرجل الطيب اللي كان موجود في مسلسل الفتوة مع الفنان العظيم ياسر جلال، كان بطولة يعني هذا العمل لياسر جلال، وكان أيضا بتجمعه صداقة قوية جدا بالفنان الراحل سعيد صالح، لدرجة أن كانوا الناس في الوسط بيقولوا عليه عهدي صالح وبيتلخبطوا في الاسم من كتر القرب والصداقة القوية لما بينهم ومن بعض، وكان بيعتبر بمثابة يعني شقيق لي أو أخ لي، كان دايما بيلجأ له في كل يعني المشاكل وكل حتى الأدوار اللي هيقوم بيها كان بياخد رأيه فيها، يعني رحمة الله عليه مسيرة يعني متوجة، مسيرة مليانة بكثير من الأعمال. صحيح رحل لكن هتظل أعماله خالدة في تاريخ السينما والدراما المصرية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لمنة الشرقاوي مرة تانية ونعرف منها آخر أخبار الطقس. تفضلي منها. أخبار جميلة خالص، والمحبي الصيف هيبقوا مبسوطين الأيام الجاية جدا. فكرت أحب الصيف بقى خلاص. متحمسين جدا ومستنينه جدا. إن شاء الله على خير. نشوف بس بقى تحمسي قوي الصيف وتبقى الجو حر قوي خصوصا مع أيام رمضان. ربنا يستر. خلينا نشوف كده إيه اللي هيحصل. كل سنة وأنت أطيب يا أحمد. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة يا مني. صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة يكون الطقس مائل للحرارة الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، وهيكون شديد البرودة بالليل على كافة الأنحاء. خلينا نطمن على حالة الجو من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك دكتورة منار، أهلا وسهلا بك. صباح الخير على حضرتك استاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. دكتورة منار، امبارح كان الجو الصبح حلو وصح وبالليل كان شديد البرودة، عايزين نطمن الفترة اللي جاية هيحصل فينا المقلب ده تاني؟ الناس هتخرج الصبح لابسة نص كم وترجع بالليل بردانة، ولا ايه اللي هيحصل؟ بالفعل يمكن احنا لسه مستمرين في الاجواء الربيعية اللي هي بتبقى دافية خلال فترة النهار، باردة خلال فترات الليل، لأن احنا مستمرين في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. في فرق كبير بين درجة الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل، بيوصل لعشر درجات، ويمكن مع نهاية الأسبوع هيوصل لأكثر من 15 درجة. احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، كتل هوائية دافئة بتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. الطقس بالفعل خلال فترات النهار بيبدأ نشعر بأنه هو دافي إلى مائل للحرارة خلال فترات النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بيكون حر على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة، الأجواء بتكون باردة في أول ساعات الليل، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون شديدة البرودة، خاصة لما بيبقى في نشاط للرياح خلال فترة الليل، ده بيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل. والظاهرة الجوية تكون مؤثرة معانا اليوم وعلى مدار الأسبوع إن شاء الله، تكون هي وجود الشبورة المائية. اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها شبورة مائية خفيفة ما أثرتش تماما على حركة المرور، وفي تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، يعني بداية من الساعة 7 أول ما الشمس بتبدأ تطلع بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي، ساعة بالكثير والشبورة المائية مش هتبقى موجودة على كافة الطرق. مع نهايات هذا الأسبوع هنبدأ نتعرض لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. ثواني هنا نتوقف هنا بقى مع كلمة نهاية الأسبوع ده، يعني كل سنة حضرتك طيبة. فلكيا المفروض أن بداية شهر رمضان إن شاء الله أول يوم هيكون يوم السبت، وإحنا قرأنا بيان موجود من هيئة الأرصاد أن هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة يمكن في نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت، يعني في كلام كده بيتقال أن يوم السبت هيبقى حر قوي، ده حقيقي؟ هو بالفعل يعني احنا بنقول ان يوم الخميس القادم العظمى 28، يوم الجمعة اللي هي بداية الارتفاع الملحوظ هتكون 34 على القاهرة الكبرى، يوم السبت اللي هو بداية طبعا شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، هتكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، يعني الأجواء هتبقى خلال فترة النهار شديدة الحرارة، خلال فترات الليل هتكون باردة. فاحنا طبعا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يستمر معانا لبداية الأسبوع المقبل وهيكمل معانا شوية أجواء، هنعيش شوية أجواء ربيعية دافئة ويعني شديدة الحرارة أشبه بالأجواء الصيفية.
لكن اللي يطمن ان نسب الرطوبه في الكتل الهوائيه منخفضه، فالاحساس بدرجات الحراره مش هيكون زي فصل الصيف، لكن برضو نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. يعني احنا لو تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس الاحساس بدرجات الحراره مش هيكون بالشكل الكبير، لكن ناخد بالنا طبعا لعدم وجود الرطوبه. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف المحافظات. هنبتدي من القاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 13، الإسكندرية 22-12، مطروح 20-10، سيوة 24-9، بورسعيد 29-9، دمياط 20-12، الإسماعيلية 25-11 والسويس 25-12. العريش العظمى فيها 23 والصغرى 12، طابة 26-14، كاترين 24-5، شرم الشيخ 26-15، الغردقة 24-14، الفيوم 24-10، بني سويف العظمى فيها 26-15، والمنيا العظمى 27 والصغرى 11. أسيوط العظمى فيها 27 والصغرى 12، سوهاج 28-11، قنا 30-12، الأقصر 33-13، أسوان 34-14، الوادي الجديد 33-14، شلاتين 31-15، أما حلايب العظمى فيها 28 والصغرى 16. بكده نبقى قلنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة. إن شاء الله اليوم يكون لطيف، وبما إن مفيش يعني رطوبة عالية فمش هنحس بدرجات الحرارة المرتفعة. خلينا على طول نروح لأحمد وباسنت نستكمل باقي فقراتنا. أحمد وباسنت، الجو النهاردة إن شاء الله هيكون معقول؟ الحمد لله، أنا عن نفسي مبسوطة إنه البرد شوية بيروح واحدة واحدة يا باسنت. خالص ما أقدرش. شكرا ليك يا منى، ميرسي ليك. يعني خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم بألف خير. اللهم بلغنا رمضان يعني رب. ودايما لما بنقول رمضان بيكون في سباق خاص بالمسلسلات الرمضانية اللي يمكن اتعودنا خلال الفترة دي تحديدا. خلاص بقى في أعمال وطنية بقت جزء من طقوس رمضان، تحديدا من بين الأعمال دي مسلسل العائدون. المسلسل ده بيعتبر مرآة حقيقية للواقع تحديدا في الفترة اللي حصلت من 2018 ل 2020 والتهديدات اللي تعرضت ليها الوطن العربي ككل ومصر بصفة خاصة نتيجة العائدون من داعش والتهديدات الخاصة بالإرهاب اللي تعاملت معها الدولة المصرية وقدرت ان هي تقضي عليها. بنتكلم على مسلسل للسيناريست باهر ديودار ومن إخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة ومحمود عبد المغني ويعني مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات اللي قدروا اللي هم يكونوا مرآة حقيقية للواقع وينقلوا لنا الأحداث اللي حصلت خلال الفترة دي تحديدا وإزاي تعاملت معها الدولة المصرية وقدرت اللي هي تنجح وتحقق الأمن والاستقرار في كافة يعني ربوع الوطن. تعالوا نتابع التقرير التالي. الأعمال الوطنية هيكون ليها نصيب كبير في دراما رمضان 2022. أبرز الأعمال دي هيكون مسلسل العائدون اللي هيقوم ببطولته النجم أمير كرارة ومعاه مجموعة كبيرة من النجوم زي أمينة خليل ومحمود عبد المغني. المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال. ومن وقت ما طرح برومو العمل وفي إشادات قوية من جانب الجمهور على السوشيال ميديا اللي قال إننا هنشوف عمل استثنائي فريد من نوعه هيحكي لنا عن الأوقات الصعبة اللي عاشت فيها مصر وإزاي أجهزة الأمن المعنية اتصدت ليها بكل حرفية. كمان مسلسل العائدون من الأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية اللي بتوضح العمليات السرية للأمن المصري وتصدي للمؤامرات والمخططات الإرهابية اللي كان هدفها الإخلال بالأمن في مصر وتقسيم المنطقة العربية وانتشار التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج. ومؤلف العمل باهر دويدار قال إن المسلسل بيتناول إزاي كان بيأثر الإرهاب على مصر وإزاي كمان الأجهزة المصرية الوطنية واجهت الإرهاب ده، وده هيخلينا نشوف قصة درامية استثنائية بامتياز. صعب التوليفة دي تبقى موجودة كلها في نفس المسلسل وما تلاقيش المسلسل ده يكسر الدنيا. كلنا اتفرجنا على الاختيار واتفرجنا على كلبش من قبله وأكيد هنتابع العائدون. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع منا. تفضل يا منا. شكرا ليكي باسنت. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، والعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. من جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها، تحقيقا لانضباطها ومنعا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، فضلا عن توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع. حث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الدول الغربية على تجديد العقوبات سريعا ضد روسيا بما يشمل حظر النفط. وقال زيلينسكي في كلمته للشعب الأوكراني إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما أعقبه الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تكون فعالة وجادة بالنظر إلى أفعال روسيا الآن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يتراجع عن إشارته إلى وجوب مغادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطة، وشدد بايدن على أن تصريحه بشأن بوتين كان مبنيا على شعور شخصي بالغضب لا السياسة. في الوقت نفسه قال بايدن أن بلاده سترد إذا استخدم بوتين أسلحة كيميائية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أي لقاء مع بوتين يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه. أجرت حاملة الطائرات الأمريكية USS ترومان مناورات مشتركة وسط البحر المتوسط مع حاملات طائرات فرنسية وإيطالية. وقال وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو أن المناورات تهدف إلى بناء إمكانية التشغيل البيني مع قوات حلف شمال الأطلنطي الناتو جوا، وتقديم دعم بشكل مباشر لمهام القوات الجوية للحلف على جناح أوروبا الشرقية. وتقلع الطائرات الأمريكية من البحر الأدرياتيكي والأيوني وبحر إيجا، وتقوم بدوريات على الحدود الرومانية مع أوكرانيا.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الجيش ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالبلاد. جاءت تصريحات سعيد خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي بقصر قرطاج. وأكد سعيد على وحدة الدولة وعلى أن المساس بوحدتها هو مساس بأمنها وبأمن الشعب التونسي. من ناحية أخرى، شدد سعيد على أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان المجمد أعماله هو اجتماع غير قانوني، نظرا لأن أعمال مكتب المجلس مجمدة كالبرلمان. وختاما، يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفا على نظيره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف، ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانغا من أجل ضمان التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني. ختام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. رحب حضراتكم تاني من بعد الفاصل. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة طيب يا أحمد. يعني طيب رمضان على الأبواب وأيام قليلة بتفصلنا عن الأجواء الرمضانية الدينية اللي طبعا بتميز الشهر الكريم. طبعا صلاة التراويح في المساجد، دروس العصر والخواطر اللي بتتم في المسجد، لكن طبعا عشان نقدر نستمتع بهذه العبادات الدينية بشكل آمن وصحي، وزارة الأوقاف عملت ضوابط عشان تحافظ فيها على الإجراءات الوقائية. خلونا نعرف بقى كل التفاصيل دي من دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. صباح الخير على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا استاذ بسنت وعلى الاستاذ احمد وعلى كل مصر، يا رب يا ربنا يجعلها امنه وسلم وسلام يا رب العالمين. كل سنه وحضرتك بالف خير والامه الاسلاميه ومصر كلها بخير. يا رب يا رب يا فندم. طيب في البدايه طبعا الشعائر الدينيه مهمه جدا، وطب في رمضان احنا بنحب نروح المسجد اكتر وصلاه التراويح، لكن حابين نعرف استعدادات وزاره الاوقاف لاستقبال الشهر الكريم. طبعا برضه مره اخرى بنقول كل سنه ومصر كلها بخير واهلها وشعبها يا رب. ان شاء الله باذن الله صلاه التراويح السنه دي هتكون بنفس الضوابط والاجراءات اللي كانت بالضبط في العام الماضي تماما بتمام. بس لكن يمكن مع الانفراج القليل اللي حصل، ان شاء الله باذن الله صلاه التراويح هتكون في حدود نصف ساعه، وهتكون يتخلى النصف ساعه دي خاطره حوالي خمس دقائق كده جرعه ايمانيه، وهيكون برضه في صلاه العصر هيكون في درس في مساجد الجامعه في صلاه العصر جرعه ايمانيه، لكن عايزين من خلال برنامج حضراتكم نقول وناكد ان احنا ما زلنا ملتزمين بالضوابط والاجراءات الاحترازيه التي قالها اهل الشان واهل الفن في هذا الامر. استاذه مسات دايما احنا بنتكلم عن اهل الاختصاص، ودايما نؤكد على هذا ان مش اي حد يتكلم في اي حاجه. يمكن احنا بنقول الفتوى الدينيه في هذا الامر، الفتوى الدينيه في هذا الامر تتبع راي الطب، تتبع راي اهل التخصص. طالما اهل الصحه قالوا لابد من الالتزام، لابد من مراعاه الكمامه، لابد من الخوف على النفس، وعشان خاطر لسه فيروس كورونا لسه ما انتهاش خالص نهائيا، فاحنا بنقول وبنأكد ان احنا ما زلنا ملتزمين بالكمامه بالتباعد الاجتماعي حفاظا على النفس البشريه خلال اداء صلاه التراويح. مهم جدا طبعا. يعني احنا بنتكلم على الالتزام بالكمامه، الالتزام على خلينا نقول المصلية الخاصة بكل شخص بيؤدي هذه الفريضة، لكن حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا ان صلاة التراويح هتكون في حدود نصف ساعة بتتخللها خاطرة دينية في مدة الخمس دقائق. ازاي بقى تم تأهيل الأئمة على إقامة الصلاة في الوقت المحدد لها، بالإضافة لعدم الإفراط ويعني كثرة هذه الخاطرة بحيث ما تكونش أكتر من الخمس دقائق عشان ما تأثرش على الوقت المحدد للصلاه داخل المساجد يعني. تمام. هو بالفعل تم التواصل مع جميع المديريات، تم اشاره وتعميم بكل هذه الضوابط بكل هذه الامور، والنهارده ان شاء الله باذن الله في حدود الساعه 10 صباحا ان شاء الله
كنت في اجتماع مع معالي الوزير بكل الساده مديري المديريات وكلاء الوزاره على مستوى الجمهوريه لشرح والاستعداد وكيفيه عندنا غرفه عمليات تم تشكيلها بالفعل على مستوى الجمهوريه لمراعاه وضبط ونظافه وتعقيم المساجد ايضا استعدادا لهذا الشهر العظيم. وعندنا برضه غرفه عمليات للتفتيش تتابع الامر دوري بشكل التزام ومدى التزام الائمه ومدى غرفه العمليات دي يا دكتور هتكون مربوطه بخط ساخن؟ نعم غرفه العمليات هتكون مربوطه بخط ساخن، يعني انا كمواطن دخلت يعني احد المساجد لقيت ان مفيش تعقيم مستمر لي على سبيل المثال، اقدر ان انا اتواصل مع غرفه العمليات وابلغ عن ده؟ غرفه العمليات موجوده والرقم بتاعها موجود في الشكاوى على صفحه الوزاره. نعم. والاداره مفتوحه واحنا في كل مع كل مواطن في كل مكان، احنا يمكن بننشر دايما وابدا عمليات النظافه والتعقيم اللي بتتم في جميع المساجد. وعايز اقول لك حضرتك حاجه برضو، الرواد نفسهم بيساعدوا في هذا الامر. الشعب المصري العظيم طول عمره معطاء في كل جوانب الخير، يعني دايما ناس كتير جدا بتقف مع بيقول احنا نفسنا برضه ننظف معاكم، بعض الاخوه الافاضل بيجيبوا برضه بعضهم كمامات وبعضهم بيجيب مصليات، في تعاون كبير وفي شرف تنظيف المساجد، ده شرف يعني بصراحه من الشعب المصري في هذا المجال. طيب دكتور هشام، يعني ده في حال طبعا الشكاوى، احنا شايفين دلوقتي على الشاشه معانا المسافات اللي ما بين المصلين وبعضهم، وده طبعا للالتزام بالاجراءات الاحترازيه تجاه طبعا فيروس كورونا. في حاله بقى عدم التزام المصلين ببعض المساجد بالاجراءات الاحترازيه، انتوا كوزاره هتتعاملوا ازاي مع المخالفات دي؟ احنا يمكن من ساعه يعني ما جه فيروس كورونا واحنا بناكد على الضوابط والاحترازات الوقائيه، ويمكن اللي متابع صفحات الوزاره وتعامل الوزاره احنا في كثير جدا من المساجد تم اغلاقها بالفعل لعدم التزام الرواد بالاجراءات والضوابط الاحترازيه. في ناس كتير بعض الناس عزيز، بعض قله من الناس وبعض مروجي الاشاعات دايما بيقول لك يا عم سيبها لله، ما فيش مشكله، ما فيش فيروس كورونا، ما تخافش غير من ربنا. في بعض الناس طبعا واللي بيبقى ليه اغراض اخرى طبعا، لكن ناخد بالاسباب طبعا. لا لما مش هيبقى في التزام تام من رواد المسجد بيتم بالفعل غلق هذه المصلى او غلق المسجد اللي الرواد بتوعه مش ملتزمين خالص باي شيء من الاجراءات والضوابط الاحترازيه. ولما هم يلتزموا ويكتموا بعد كده تعهد وتجي في ناس تتعهد بان هيكون في التزام بالضوابط والاجراءات الاحترازيه بيتم فتح المسجد مره اخرى. واحنا برضو عايزين نبشر السيدات الفضليات ان احنا برضو هيكون في مصلى السيدات. نعم. عشان خاطر برضو كان السؤال ده بيطرح من بعض الفضليات، احنا ما عندناش اي معنى خالص من فتح مصلى السيدات للفضليات عشان خاطر برضو إقامة الشعائر، وفي ناس كتير بتحب تصلي في المسجد وخاصة في شهر رمضان مع أداء صلاة التراويح، لكن بنقول برضو لازم يكون في سيدة فاضلة بتبقى مشرفة على المكان برضو عشان خاطر تبقى هي عينها على التباعد، عينها على الالتزام، عينها على الضوابط. أي سيدة فاضلة ممكن تنسق مع الإدارة، تنسق مع إمام المسجد أن هي تبقى مسؤولة عن تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية. احنا ما عندناش أي مانع خالص، وكمان ان شاء الله في صلاه الظهر هيكون في عندنا واعظات اما معينه او متطوعه ستقوم يعني بالقاء درس كده خفيف برضو في مصلى السيدات. الله. نعم دكتور، خليني اسال حضرتك سؤال مهم، لان احنا حددنا صلاه التراويح في مده زمنيه لا تتجاوز النصف ساعه، لكن الغالبيه العظمى من المساجد واحنا اعتدنا على ده اللي احنا نعمل خاتمه للقران في رمضان تحديدا من خلال صلاة التراويح، فبعض المساجد بتصلي بجزء كامل من القرآن، ازاي هيتم تحجيم ده او تحديد يعني المدة او الآيات اللي هيتم الصلاة بها علشان خاطر ما يتمش الإطالة ويتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة يعني؟ انا حضرتك طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها ما فيش طبعا صلاه تراويح بجزء كامل، هذا الامر غير موجود، وكل الائمه بتاعتنا عارفه والتعليمات كويس وعارفه تنفيذ التعليمات كويس. نعم. مش هيكون في اصلا صلاه تراويح بجزء، احنا بنقول نصف ساعه طبعا، احنا كل هذه الاجراءات حفاظا وتطبيقا لتعليمات وزاره الصحه باتباع التطبيقات والاجراءات، لكن مش هيكون ابدا في صلاه تراويح بجزء، لان الجزء اللي صلاه تراويح بجزء عمرها بتاخد فتره طويله من الوقت، لكن في حدود النصف ساعه يعني بيبقى في ربعين يعني شيء خفيف خالص في الصلاه. فان شاء الله احنا متابعين بدقه وبكل قوه تطبيق هذه صلاة التراويح في حدود النصف ساعة، ولن يكون هناك صلاة تراويح بجزء أي من المساجد.
نعم. طيب سؤال أخير معلش لحضرتك وأسفين على الإطالة، يعني في عجالة كده، هل هيتم فتح الساحات علشان خاطر يعني احنا عارفين ان الأعداد بتزيد داخل المساجد في الشهر الكريم، فهل هتكون الساحات متاحة أمامهم؟ احنا بنقول لو في المسجد يعني الرواد بتاعه كسر وفي ساحة قدام المسجد، بدل ما احنا نتكدس داخل المسجد في المصلى ويبقى العدد هيبقى كبير ومش هيبقى فيه تباعد، لا لو في ساحة خارج المسجد الافضل ان احنا هنصلي في الساحة عشان خاطر مع تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية. نعم. بدل ما الناس تبقى واقفة جنبيها، لا نفتح الساحة عشان خاطر يبقى برضو ملتزمين بالاجراءات والضوابط الاحترازية. نعم. يعني وتاني ده طبعا في مصلحة المواطنين، لأنه مهم جدا أن احنا طبعا نمارس العبادات في هذا الشهر الكريم، لكن طبعا نحافظ كمان على نفسنا وعلى غيرنا من فيروس كورونا. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وزارة الأوقاف، كل الشكر ليك على هذه المعلومات القيمة. كلنا طبعا فاكرين حملة 100 مليون صحة ودورها في يعني إنهاء فيروس سي وإعلان مصر خالية من فيروس سي. وزارة الصحة أطلقت حملة قومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، وده بيعتبر امتداد للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2018 لدعم صحة المواطن، اللي من خلال يعني هذه المبادرة زي ما ذكرت حضراتكم تم الانتهاء من يعني أو إعلان صفر من حالات الإصابة بفيروس سي. خلونا نتكلم عن المبادرة الجديدة وهدفها وآلية العمل يعني من خلالها مع المواطنين، مع الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور على حضرتك وعلى جميع المشاهدين والمستمعين. عاوزين نعرف من حضرتك في البداية كده، ليه تم التفكير في إطلاق هذا الامتداد لمبادرة 100 مليون صحة وإيه أهداف المبادرة الجديدة؟ هو زي ما حضرتك عارف قبل كده كان في السابق نسبة انتشار فيروس سي في مصر نسبة عالية جدا. صحيح. ومن مشاكل هذا الفيروس إن في بعض المرضى المصابين به بيحصل لهم تليف للكبد، وهؤلاء المرضى اللي عندهم تليف في الكبد سواء من مرضى فيروس سي او فيروس بي او الامراض الاخرى، اي مريض عنده تليف في الكبد بيبقى فيه احتمال الاصابه بسرطان الكبد. نعم. عشان كده كان خطه اللجنه القوميه ان بعد علاج كل المرضى المصابين بفيروس سي نركز على المرضى اللي عندهم تليف في الكبد، هم فعلا شفيوا من فيروس سي. نعم. وما بقاش عندهم الفيروس وما بقوش ممكن ينقلوا للآخرين، لكن في نفس الوقت هناك احتمال انه يحصل وجود اورام في الكبد لهؤلاء المرضى. نعم. عشان نقدر نشخص هذه الحالات لازم نعمل تحليل وأشعة كل يعني اربع دكتور شهور. نقدر نقول ان هي مبادرة كشف مبكر صح؟ تمام، هي مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولي، لكن بنعتمد حاجتين بنعملهم كل أربع شهور، هما أشعة الموجات الصوتية وتحليل لتشخيص هذا الوضع، وأي حد بيطلع عنده أي بؤرة في الكبد أو ارتفاع في هذا التحليل بنقدر نعمل له أشعة مقطعية ونعالجه بالمجان. طبعا زي ما حضرتك عارف كل الحاجات دي بتتعمل في بالمجان وفي سرية تامة. نعم. وبنقدر نكفل هذا لجميع المرضى والمصريين المنتشرين في جميع محافظات المصرية. احنا في فترة علاج فيروس سي كان عندنا اكثر من 170 مركز، هذه المراكز الإحاء الان بعضها مهتم بتشخيص المبكر لسرطان الكبد. نعم. اهمية التشخيص المبكر ان هو بيدينا نسبة شفاء تتجاوز 90% لو تم التشخيص في مرحلة مبكرة، أما للأسف لو لم يتم التشخيص في مرحلة مبكرة بيبقى تقريبا مفيش احتمال للشفاء. عشان كده احنا مهتمين جدا بهذه المبادرة لمصلحة يعني إخواتنا ومرضانا وأبنائنا اللي كانوا مصابين بفيروس سي في السابق. تمام دكتور جمال، بعد التحية طبعا افهم من كلام حضرتك انه العلاج الخاص بسرطان الكبد او العلاجات الخاصه بسرطان الكبد يعني طبعا في خلال التشخيص المبكر دي هل بتبقى علاجات تحفظيه في الاول ولا بتقضي على المرض بالكامل؟
صباح الخير عليكي. هو طبعا احنا لو تم تشخيص سرطان الكبد بيبقى عندنا احتماليات مختلفة. كل ما بيتم التشخيص مبكر كل ما بيبقى الاحتمال في استخدام التردد الحراري او استخدام استئصال الجزء اللي فيه سرطان او العلاج بيبقى احتمال كبير جدا ان يتم الشفاء منه تماما. لكن لو لا قدر الله تم التشخيص في مرحلة متأخرة بيبقى كل الاحتمالات دي متأخرة وبيبقى ما عندناش بدائل نقدر نستخدمها لهذا المرض. نعم دكتور، يعني لو تحدثنا عن مسببات الوفاة في مصر تحديدا، يعني هي طبعا الأعمار بيد الله، لكن هنلاقي أن سرطان الكبد بيحتل المركز الثالث من أسباب الوفاة في مصر، هل في حصر لإجمالي أعداد الإصابة بهذا المرض اللعين؟ هو إحنا بالنسبة لنا للأسف سرطان الكبد في خلال السنوات الماضية بقى أكثر سرطان انتشارا بين المصريين. صحيح. سواء في الرجال أو في الرجال والسيدات عامة. طبعا على مستوى السيدات لوحدهم سرطان الثدي هو الأول، لكن لو اتكلمنا على المصريين عامة سرطان الكبد هو السرطان الأول فيهم، وده طبعا كان سببه النسبة العالية من انتشار فيروس سي اللي الحمد لله مصر قدرت تتغلب عليها في السابق، لكن تبعاتها لازم هتقعد مستمرة فترة، وعشان كده احنا عاملين هذا البرنامج. نعم. عدد الحالات اللي بتصاب بسرطان الكبد سنويا مرتفع، يعني اللي اخطر من كده ان لا يتم اكتشافها مبكرا، عشان كده ده هو هدف هذه المبادرة. طيب يعني يا دكتور، فيروس سي مسبب رئيسي في سرطان الكبد، هل في بقى تعاون مع الشركات العالمية عشان ينتجوا أدوية لسرطان الكبد، يعني تعاون ما بين الشركات دي ومصر؟ طبعا، هو حضرتك عارفة ان احنا يعني خدنا خبرة كبيرة جدا في التعاون مع الشركات العالمية والمصرية في انتاج العلاجات الخاصة بفيروس سي، وده نفسه اللي بنعمله دلوقتي في علاجات الخاصة بسرطان الكبد، سواء مع الشركات العالمية والشركات المصرية لها إن شاء الله هتنتج هذه الأدوية لثلاث أسباب. السبب الأولاني إن احنا يبقى عندنا إنتاجنا المصري اللي نقدر نعتمد عليه. السبب الثاني إن يبقى الأسعار ما هياش مرتفعة قوي. لا. السبب الثالث إن احنا نوفره لجميع المرضى الذين يحتاجون له. نعم دكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن يعني هذه المبادرة مش غريبة على اللي بيحصل في مصر، لأن يمكن من اليوم الأول لتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام يعني أو مسؤولية البلاد أعلنها صراحة لا تهاون في صحة المواطن المصري، وأن هي خط أحمر وما كانش مجرد شعارات أو يعني عبارات فضفاضة بتلعب على دغدغة المشاعر، لأن شفنا ترجمة حقيقية ليها على أرض الواقع. شفنا حملة 100 مليون صحة، يمكن لسه دكتور جمال كان بيقول من مسببات المرض الوفاة الأولى عند السيدات هي سرطان الثدي تحديدا، شفنا حملات للكشف المبكر عن أمراض الثدي عند السيدات، وأيضا فيروس سي، وأيضا حملات خاصة ب يعني غيرها من رعاية الأطفال والنخاع الشوكي وغيرها من المبادرات اللي بتهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطن المصري، لأن كل ما هيبقى عندنا مواطن مصري سليم بدنيا هنقدر اللي احنا ينعكس ده على الإنتاج بشكل عام، لأن ألف به تخطيط زي ما احنا عارفين بيكون تحديد المخاطر والعمل على حل هذه المشاكل أو المسببات الخاصة بالمشاكل، وده اللي قدرت مصر تنجح فيه خلال الفترة الماضية. معنى تانية بس أنت؟ يعني كنا كلمنا أحمد من كام يوم كده عن الهاكاثون اللي بتقوم بيه بعض الجامعات الحكومية والأهلية في مصر، والهاكاثون ده تاني لل يعني اللي مش عارفه هو يعني حاجة كده زي ماراثون طلابي أو ماراثون للمهتمين بالذكاء الاصطناعي، فطلاب بقى جامعة طنطا قدروا أنهم يفوزوا بالمركز الأول في مجال المباني الذكية والمركز الثاني في مجال الحدائق الذكية على مستوى 50 جامعة مصرية وحكومية خاصة وخاصة وأهلية، وش
شاركت أول مرة في الهاكاثون المصري. تفاصيل أكتر معنا على التليفون مع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذة بسنت، وصباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير على مشاهدينكم الكرام جميعا. أهلا بحضرتك. يعني طبعا في البداية خليني أعبر لحضرتك عن فخرنا بالطلاب المصرية وبالمشاريع اللي هم بيقدموها في حلول مشاكل يمكن موجودة على أرض الواقع دلوقتي، وتفوقهم في حاجة زي دي. في حصول، يعني شفنا حصول الطلاب على المركزين الأول والثاني في مسابقة المدن الذكية في أول هاكاثون مصري. احكي لنا أكتر عن المشاريع دي يا فندم بعد إذنك. في البداية طبعا احنا لابد نقول ان دائما في توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة ل يعني المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، هو الاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين، وده بقى هدف استراتيجي موجود عندنا جميعا، لأن الحقيقة الشباب هم عماد المستقبل، وهم اللي هيبنوا يعني الرؤية المستقبلية إن شاء الله، ويعني يطوروا في كل منظومات الحياة اللي احنا بنعيشها، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. والحقيقة كان موضوع الهاكاثون ده موضوع شديد الاهتمام، ويعني فعلا أكثر من 50 جامعة شاركت بأكثر بحوالي 500 فريق، الجميع شارك يعني لتعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى، عشان يقدموا أفكار ذكية ومشاريع برمجية بتساهم فعلا في تحسين مستوى المدن وتحقيق حاجة مهمة جدا اللي هي الاستدامة البيئية، وده أحد المعايير الثمانية اللي موجودة في رؤية مصر 2030 اللي هي الأجندة الوطنية، اللي يعني الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية بتتحرك في إطارها. ففكرة الاستدامة البيئية والوصول لمدن ذكية وتطبيق هذه الأفكار، تطويرها ثم تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح أكبر عاصمة ذكية في منطقة الشرق الأوسط، الحقيقة ده كان الهدف الثاني اللي هو الهدف الوظيفي من الهاكاثون. فيعني نبقى بالهاكاثون ده حققنا اكتشاف الموهوبين ورعايتهم من الشباب، وفي نفس الوقت حققنا أحد أهم معايير رؤية مصر 2030 اللي هي تحقيق الاستدامة البيئية. نعم دكتور محمود، يمكن من واقع خبرة حضرتك بقى يعني كأحد أهم الاستشاريين في مجال تصميم وتخطيط المستشفيات، بالإضافة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى، اللي بيميز المشاريع دي عن غيرها من المشاريع الأخرى المقدمة من الطلاب؟ يعني أنا هجاوب حضرتك الحقيقة من واقع اللي حصل بالفعل. إحنا مثلا على سبيل المثال جامعة طنطا لما بتقدم الشباب أو مجموعة الشباب اللي أشرفت عليها الأستاذة اللي هي الدكتورة نسمة الكيلاني والدكتورة مي وهب، مجموعة كبيرة الحقيقة من الأساتذة، دكتورة مروة أمر الدولة، دكتور بهاء، يعني كثيرين من الدكاترة الأفاضل، على فكرة كلهم شباب برضو بالمناسبة، يعني الحقيقة الفريق المشرف شباب، وأبنائنا شباب من طلاب أقسام الاتصالات وأقسام الهندسة العمارة البيئية. خليني أدي حضرتك نموذج عشان يبان قد إيه الاستفادة الاقتصادية والاستفادة البيئية اللي بتتحقق. فعلى سبيل المثال أحد هذه المشاريع كان عبارة عن واجهات، الواجهات دي تفاعلية، هذه الواجهات واجهة كاملة للمبنى، واجهات تفاعلية، الواجهة دي بتتحرك، يعني عبارة عن أجزاء بتتحرك. وتستطيع أن حضرتك تتحكم في شدة الإضاءة ودرجة الحرارة داخل هذا الفراغ من خلال موبايل أبليكيشن، وطبعا بتتحرك بشكل أوتوماتيكي من غير ما حضرتك يعني تتحكم فيها، يعني هي أنت بتظبط درجة حرارة الفراغ، أنا عايز درجة الحرارة مثلا هي 24 وعايز الإضاءة متوسطة أو في مستوى معين، فهي بتبدأ تشتغل كل طول النهار، بتقفل وبتفتح طبقا للاحتياج الحقيقي للبيئة الداخلية اللي انت عايزها. ده بيساعد على ترشيد الاستهلاك، لقينا ان احنا بيقلل تكلفة استهلاك الكهرباء، تكلفة التحميل على مثلا تكييف او كده حوالي 50%.
فالحقيقه ده معناه ان احنا فكره الاستدامه البيئيه وفكره العماره والهندسه الذكيه ما هياش رفاهيه قد ما هي ليها بعد اقتصادي شديد الاهميه، بالاضافه للبعد البيئي وتقليل استخدام الطاقه اللي هي احنا عارفين قد ايه بقت هي فيها اشكاليه في خلال السنوات الاخيره. نعم. طب حابه يعني اعرف من حضرتك اول حاجه يعني التسهيلات اللي يمكن بتقدموها للطلاب خاصة في المسابقات بين الجامعات، وعايزة أعرف بقى إن إحنا فجأة بقينا بنشوف ما شاء الله الطلاب مهتمين جدا بهذه الماراثونات يعني أو الهاكاثون ما بين جامعات كتير. إحنا من كام يوم كنا بنقدم من جامعة بنها كمان، وفي شركات خاصة بتعمل الهاكاثون ده، والطلاب بتتهافت على إنهم يشاركوا في تقديم حلول لمشاكل موجودة في أرض على أرض الواقع، فإزاي بتحفزوهم إن هم يشاركوا في هذه الماراثونات؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا يعني فكرة التحفيز هي مش فكرة احنا مش ما قمناش النهاردة كده قلنا يا جماعة يلا نعمل حاجة، لا احنا في توجه كبير جدا نحو احتواء الشباب وان احنا نحتويهم بمعنى نجعلهم مشاركين لينا في العديد من الرؤى وقضايا الوطن وتحديات اللي بتقابلها بلدنا. احنا قريبين من ولادنا جدا وما بنتعاملش معاهم على ان هم طلبه وخلاص، لا احنا بنتعامل يعني مثلا في جامعه طنطا احنا بنعتبر ان احنا اسره كبيره 125,000 طالب، احنا اسره واحده بنشارك في كل الفعاليات. يعني عايز اقول لحضرتك هم بينزلوا معانا في قوافل الحياه كريمه، بينزلوا معانا في موضوع محو الاميه، بيساهموا معانا في العديد من يعني الحملات التثقيفيه. فهم بيعملوا ده من نفسهم، هم اللي عايزين يعملوا ده من نفسهم، مشاركين معانا دائما. فهو لما بيجي بقى حدث مثل هذه الاحداث هم بطبيعه الحال بيكونوا بيندمجوا في هذا الحدث، واحنا الشباب المصري الحقيقه عنده طاقه ابداعيه وطاقه هائله، بس هو كل ما في الامر كان دايما بيبقى محتاج فرصه ومحتاج تشجيع مننا ودعم حقيقي، ما هوش دعم مفتعل، علشان يقدم كل ما لديه. والحقيقه بيبهرونا كل يوم في يعني كم العطاء وكم الرؤى اللي هي بنقول عليها دايما خارج الصندوق. وبنحاول احنا ندعمهم من خلال الخبره، من خلال الرؤى، يعني من خلال تطوير الرؤيه بتاعتهم، من خلال رياده الاعمال، نحول الافكار بتاعتهم لمشاريع حقيقيه يستفيد منها الوطن وهم يستفيدوا منها، ويعني تعمل فعلا تنميه مستدامه ببلدنا. هايل، يعني كل الدعم من احنا في البرنامج لجامعه طنطا ولطلاب جامعه طنطا، وطبعا بنشكر حضرتك على هذا الدعم للطلبه الدكتور محمد زكي رئيس جامعه طنطا، مره ثانيه كل الشكر ليك. يمكن الدعم بس مش لطلاب جامعه طنطا، الدعم كل الجامعات طبعا، كل الشباب تحديدا. يمكن في مقوله لاينشتاين دايما بتقول ان الخيال اهم من المعرفه، لان من دون الخيال مش ممكن ابدا ان احنا نطور ما لدينا من علم ونكتشف غيره، وده امر طبيعي لان كل المشاكل اللي موجوده ما اقدرش ان انا اغيرها بنفس طريقه التفكير المستعصيه اللي كانت في يوم من الايام سبب فيها، وهو ده اهميه فكر الشباب وطاقتهم الجديده القادره على صنع المستحيل وتحويل الحلم لواقع ملموس زي ما احنا شايفين دلوقتي. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم الكلام في صباح الخير يا مصر. زي ما قلنا لحضراتكم في بداية البرنامج النهاردة الساعة 7 مباراة الحسم، اللقاء المرتقب ما بين منتخبنا الوطني والسنغال، ربنا إن شاء الله هيكرمنا وهنصعد لكاس العالم. وخلونا نتكلم أكتر عن الفنيات بقى في المباراة مع الأستاذ سامح سمير اللي في الحقيقة متحمس جدا ومتفائل جدا للمباراة وادانا طاقة إيجابية جدا. صباح الخير عليك. صباح الخير يا أستاذ بسنت وأستاذ أحمد، صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين طبعا. صباح الخير يا سامح. يعني اديتنا طاقة إيجابية كده في الفاصل إنه إن شاء الله إن شاء الله إحنا هنتأهل وهنكسب، فبرأيك إيه التشكيل المتوقع لمواجهة السنغال في ماتش النهاردة؟ أنت بادئة على طول، أنت جايبة من يلا بينا من الآخر يعني ونطلع على طول. عايزين نعرف بقى. لا هو دايما كاروس كيروش خلاص هو مستقر على 4-3-3 في طريقه الاداء واللعب مع منتخب مصر، خلاص هو وصل لثبات التشكيل، خلاص القصه عنده بقت منتهيه. طبعا كان عندك بعض المفاجات لان كان عندك ازمه في محمد عبد المنعم اللي خلاص بيركب قناع الراجل وخضع لجراحه بسبب كسر في الانف، ايضا
الونش اللي خلاص اخذ الانذار الثاني فرجع بقى نادي الزمالك خلاص، فانضم ياسر ابراهيم مدافع الاهلي وانضم رامي ربيعه ايضا مدافع الاهلي الى جانب علي جبر. فالمفاجاه النهارده ان يبقى متواجد يا ثنائي الاهلي علشان يبقى في تفاهم على مستوى خط الظهر الاثنين مساكين، ان ممكن يلعب ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ولكن توقعي من الممكن يتم الاعتماد على علي جبر لانه طويل القامه جدا، فيتعامل مع الكرات العرضيه اللي هتعتمد عليها فرقه السنغال. طبعا مطلوب ان علي جبر طبعا ما شاء الله نخله ربنا يديله الصحه، فيقدر ان هو يتعامل بشكل كويس مع الكرات العرضيه. فمن الممكن تلاقي علي جبر الى جانب ياسر ابراهيم في اثنين مساكين. الظهير الايمن هيبقى المفترض كان الماتش اللي فات عمر جابر، صحيح عمل مباراه هايله وكان على المستوى الدفاعي والهجومي الحق يتقال عمر كان لافت للانظار، ولكن من الممكن يتم الاعتماد على عمر كمال عبد الواحد في لقاء العوده، على اساس ان عمر يعني مدفعجي درجه اولى وحامل اختام هجمات الجبهه اليمنى في نفس ذات الوقت مع محمد صلاح بيدعم بشكل كبير جدا. من الممكن نلاقي دي مفاجاه، وان كان كارلوس كيروش بيحب يعني اللي بيغلب بيه بيلعب بيه، ده اللي صحيح. احنا تعودنا عليه. الجنب الشمال طبعا هيبقى الظهير الايسر ان شاء الله احمد فتوح نجم نادي الزمالك، واللي بامل ان هو يحترف الفتره اللي جايه، حقيقي نجم فوق العاده واكتشاف من اكتشافات منتخب مصر. وسط الملعب بقى هو طبعا هيلجا ليه غلق المساحات ويعمل تمركز دفاعي عن طريق وسط الملعب بشكل كويس جدا عن طريق السلية طبعا والنني الثنائي المعهود، وحمدي فتحي يكون راس مثلث مقلوب يكون فتحي وراهم عشان يقفل منطقه الوسط الدفاعي. طبعا هيبقى الثلاثي الهجومي بقى الناس محتاره، صلاح طبعا جناح طائر ايمن، مصطفى محمد الكلام كله على مصطفى محمد بقى، في بعض الزملاء بيقولوا ممكن مصطفى يخرج وينزل مرموش كراس حربه وتريزيجيه يبقى متواجد مكان مرموش. لا، وجهه نظري المتواضعه ان هيكون متواجد صلاح طبعا، وهيكون تريزيجيه متواجد زي ما هو ومصطفى محمد. تريزيجيه ومرموش الاثنين موجودين؟ لا، تريزيجيه ومصطفى محمد هيكون راس حربه علشان الشوط الثاني هو يقدر يدعم بمرموش. مرموش كده ولد شقي وبيرهق دفاعات جنب مصطفى محمد، هو ممكن يفاجئنا بمرموش من الدقيقه الاولى، ممكن مرموش يعمل قلق مع مصطفى محمد من الممكن، ولكن كارلوس كيروش عهدنا بيه هو بيعمل ثبات التشكيل بشكل غير طبيعي، ان هو خلاص انا كسبت في المباراه الاولى بروح في المباراه الثانيه بنفس القصه، وممكن بقى الشوط الثاني يدعم بعمر مرموش في مكان تريزيجيه، ممكن احمد سيد زيزو نلاقيه نزل في اي وقت يسند جنب محمد صلاح، ده اللي ممكن السيناريوهات المتوقعه مع كارلوس كيروش في الشوط الثاني. سامح، ده يمكن فيما يخص الدفع بعناصر جديده في التشكيل، لكن عاوز اعرف بقى منك توقعاتك تحديدا لشكل الدقائق الاولى للمباراه، يعني انت قلت خلاص هو هيستقر على 4-3-3، لكن هل هندافع؟ هل هنلعب على الهجوم؟ يمكن احنا خطفنا جون في الدقائق الاولى من عمر المباراه في القاهره بهدف يعني محمد صلاح اللي قدرنا نحقق بيه نوع من انواع الثقه والهدوء او الاستقرار داخل الملعب. هنلعب المباراه دي اللي احنا مش عاوزين نجيب جون بشكل اكتر اللي احنا ندافع، ولا هيكون في يعني فرصه للهجوم اثناء الدقائق الاولى تحديدا من عمر المباراه؟ بص، خلينا نكون منطقيين وواقعيين في نفس ذات الوقت، احنا رايحين مباراه شرسه جدا، صحيح. ناريه جدا، رايح بتلاعب منتخب السنغال على ملعبه ووسط جماهيره، افضل فريقين في افريقيا ملعب. خلينا نتكلم كمان نبقى يعني موضوعيين اكتر، السنغال هو افضل فريق في افريقيا، معلش مع احترامي لمنتخب مصر الكبير وصاحب الارقام والتاريخ و ولكن التصنيف والارقام وحامل اللقب بطل افريقيا هو منتخب السنغال، خلينا نكون منطقيين طبعا. ولكن منتخب مصر احنا بنامل ان احنا خلاص بقى نقول ان احنا كنا نستحق التتويج في كاس امم الافريقيه، وان احنا خسرنا فقط بركلات الايه المعاناه الترجيحيه بالظبط. فانت نجحت في المباراه الاولى واحرزت هدف، انا شايف ان الهدف ده كان العنايه الالهيه لعبت فيه دور كبير جدا، ولو تشوف الهدف تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك ان شاء الله انك انت توصل لنهائيات كاس العالم وتوصل لكاس العالم واضحه جدا. المنتخب لعب ربع ساعه فقط، منتخب السنغال قدر ان هو يحصرك في وسط ملعبك طول شوطين المباراه بسبب ان انت احرزت فيه هدف مبكر. ده هيبقى في السنغال بشكل اشرس بكتير. نجوم منتخب السنغال يعني كيروش بيواجه ثلاث ازمات في غايه الاهميه، ازمه الجمهور والملعب، صحيح، ازمتين ولا اخطر. ليه؟ لان عندك الملعب ده بيسع 50,000 متفرج، 45,000 تذكره خلصوا اول امبارح طبعا، والاول مره بيتم افتتاح هذا الملعب علشان
يتلعب عليه مباراه رسميه لاول مره في السنغال، فعايزين يحتفلوا بهذا الملعب وعايزين يعملوا استاد الرعب زي ما احنا عملنا لهم استاد الرعب في القاهره. طبعا استاد القاهره يعني لا يقارن طبعا، مواصفات اوروبيه ومواصفات عالميه و100 الف متفرج، وقدرت انك انت يعني ترهب المنتخب السنغالي في مباراه الذهاب، وهم فعلا كانوا داخلين متوترين جدا مش مصدقين، وهم بيبصوا للمدرجات والجاليه الاعلاميه، لا شغل عالي قوي يعني، حسوا بالهزه. وهم حتى قبل المباراه قالوا احنا فاكرين استاد القاهره لما هزمنا فيه في 2019 امام الجزائر وخرجوا من كاس الامم الافريقيه في النهائي، يمكن ده اللي بدأوا الجمهور يلعب عليه من امبارح بالظبط. يعني شفنا امبارح الجمهور كانوا بيشوفوا صلاح يقولوا له ساديو ماني بالظبط، هو امبارح بدأوا بقى الضغط العصبي طبعا. محمد صلاح في منهم اللي كان فرحان، والامن اللي بيحرس محمد صلاح راح يتصور معاه سيلفي وهو بيجري، بدل ما يحميه من الناس هو بيتصور معاه سيلفي وهو بيجري معاه بيحضنه عشان يحميه من الجمهور. يعني هو ده طبيعه التشجيع عامه. عايز اسالك سؤال، يعني نوع المباريات دي احنا عملنا المباراه اللي فاتت، هل محتاجين نلعب جيم حلو ولا نكسب؟ وبمناسبه بقى ساديو ماني، يعني نقطه اليمين كانت ضعيفه، ازاي نامنها؟ بص يا بسان، تقول لك على حاجه، احمد سال سؤال حلو قوي، ان انت اول ربع ساعه ممكن تعمل ايه، وكنت عايز الحق ارد عليه بمره، ادخل على سؤالك ان انت مطالب انك انت اول تلت ساعه في المباراه 20 دقيقه تتحمل الضغط الجماهيري وتتعامل مع الضغط العصبي وتوقف مفاتيح لعب منتخب السنغال باي شكل كان، اسماعيل ساره وساديو ماني، وتبتدي انك انت تامن وسط الملعب وتامن خط الظهر بحيث انك انت ما تستقبلش هدف اول ثلث ساعه، لان هو هيبقى عايز يعمل فيك نفس اللي انت عملته فيه في القاهره. انت جيت اول خمس دقائق احرزت هدف مبكر ووضع قدم غاليه جدا نحو المونديال، خلاص حجز بطاقه التاهل لكاس العالم. فهو عايز يعمل فيك نفس المقلب، عايز يشربك من نفس الكاس، خلاص ما فيش هزار، المباراه لن تقبل القسم على اثنين تماما. فانت اول ثلث ساعه نجحت انك انت تامن دفاعاتك، انا بقول لكم ان شاء الله بدون مقاطعه يكون وشنا حلو على منتخب مصر باذن الله، هتصل لنهائيات كاس العالم، لان السيناريوهات صعب جدا ان منتخب السنغال يجيب فيك اكتر من هدف. صحيح. وانت لو قدرت انك انت تحرز، محمد صلاح طبعا طلع بتصريحات نارية وعنترية أول أمس، وقال إحنا هنفوز على السنغال في السنغال، مطلوب إنك أنت تعمل حرب دعائية، مطلوب إنك أنت تعمل رعب للخصم بتاعك، وده اللي عمله محمد صلاح، إنه هز السنغال كلها بهذه التصريحات القوية والنارية، إنك أنا رايح أنا بطل أفريقيا، خسرت بركلات الجزاء فقط، وأنا محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم إن ما كنت أفضلهم، ورايح بقول لكم ان انا هكسب في السنغال، مطالب انك تضغط بهذا الشكل. تحديدا فوزنا ان شاء الله وتاهلنا لكاس العالم هيخلي صلاح الاقرب لافضل لعيب في العالم، لكن اتكلمت على فكره الدفاع ولازم نامن الدفاع كويس قوي. طب احنا عندنا دلوقتي خلل في الدفاع الى حد ما، عندنا عبد المنعم مصاب، عندنا شايفين الونش معاه انذار، فعلشان كده برضو خايفين ان احنا ندفع بالونش نتيجه الانذارين اللي معاه، مش هيلعبوا بكل شكل من الاشكال، الونش مش هيلعب. شايف مين الاقدر اللي هو يكون موجود عشان يامن لنا قلب الدفاع؟ ويمكن احنا شفنا ياسر ابراهيم تالق في المباراه، مين اللي ممكن يبقى موجود جنبه يعني؟ هو زي ما قلت لحضرتك في عنده خيارين، طبعا هو في محمود علاء نجم دفاع نادي الزمالك، وفي علي جبر، وفي ياسر ابراهيم، وفي ايمن اشرف. الاربع لعيبه دول ممكن ينزل اثنين منهم مساكين يقوموا بنفس دور محمد عبد المنعم والونش بشكل عالي جدا، بس حاله التجانس تتعمل افضل بالزبط. لو يعني اللاعبين الخاصين بالدفاع من الاهلي تحديدا، ولا ممكن نحط لعيبه من الاهلي والزمالك جنب بعض عادي؟ بص، القرار هيكون لكارلوس كيروش في نظرته داخل مران المنتخب الاخير تحديدا. هو عنده خيارين، عنده يا اما يبدا بايمن اشرف وياسر ابراهيم على اساس انه الثنائي خارج من النادي الاهلي، فهناك هيبقى تجانس، هيشربوا فكره كارلوس كيروش سريعا يقدروا يقوموا بالمهمه، او ان هو يعتمد على ياسر ابراهيم ده بشكل اساسي، لان ياسر ابراهيم مساك في المقام الاول داخل النادي الاهلي ومعه منتخب مصر ولعب المباراه الاولانيه وما عندوش رهبه ان هو يواجه منتخب السنغال. فالخيار الثاني انك انت تلاعب علي جبر لانه طويل القامه، وعلي جبر طبعا كان احد نجوم منتخب مصر في 2017 مع كوبر في 2017 في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، وعنده خبرات دوليه عاليه جدا، فمن الممكن يا اما هيشارك بياسر ابراهيم وايمن اشرف ثنائي الاهلي، او يشارك بعلي جبر جنب ياسر ابراهيم. نعم. طيب هيبدا بمين بقى؟ يعني عمر كمال ومرموش ولا تريزيجيه؟ لا، هو تريزيجيه ومرموش لازم هيبقى في حد منهم متواجد. انا كان وجهه نظري في المباراه الاولى انه من الممكن يلعب بتريزيجيه تحت المهاجمين ويلعب بمرموش برضه
شمال ويلعب بصلاح يمين ومصطفى محمد في القلب. ده هيبقى صعب جدا في مباراة العودة لأنك لازم تأمن خط الوسط الدفاعي مع الدفاع خط الدفاع عندك. فصعب جدا أنك أنت ما تلاقي بديل لحمدي فتحي والسولية والنني. فتريزيجيه لو موجود هو يا اما تريزيجيه يا اما مرموش هيبقى متواجد في كجناح طائر ايسر، واتوقع انه هيعتمد على تريزيجيه لان زي ما قلت لك هو بيحب ثبات التشكيل. هو فاز بالمجموعه دي في لقاء الذهاب هيلعب بيها في لقاء العوده لان رجليهم ثابته على الارض. ومن الممكن طبعا انك تلاقي مفاجاه بقى انه لا انا عايز ابدا بعمر مرموش يعمل حركه ويعمل شغل كده مع مصطفى محمد يخطفوا الاضواء شويه، لكن ده مستبعد لان اول ثلث ساعه لازم تامن خط الوسط وتأمن دفاعاتك بشكل رهيب. صحيح. وتبتدي على استحياء تشوف محمد صلاح هيتحرك ازاي، تشوف تريزيجيه هيتحرك ازاي مع مصطفى محمد. بعد انتهاء الشوط الاول لو دخلنا الشوط الاول ان شاء الله متعادلين بدون اهداف، اللعيبه خلاص بقى عندها الثقه بنسبه 90% انها رايح المونديال. هيبتدي منتخب السنغال يفتح في خطوطه تماما في الشوط الثاني. مش بعيد تلاقي مندي راس اللي هو حارس المرمى افضل تلاقي راس حربه في الكرات اللي خلاص بقى مش هيبكي على حاجه، لان مفيش حاجه تبكي عليها وعنده الجمهور مكسر الدنيا 50,000 متفرج متواجد. فهنا بقى تقدر تستغل عن طريق انطلاقات محمد صلاح، تقدر تستغل انك ممكن تطلع تريزيجيه وتنزل عمر مرموش الولد الشقي اللي ممكن برضو يعمل شغل مع مصطفى محمد ومع صلاح. هنا ممكن تقدر تخطف هدف تعمل مفاجاه ثانيه زي اللي عملتها في القاهره. نعم يعني احنا نقدر نقول مبادرة يعني مباراة هي حاسمة، في عندنا أوراق رابحة في المباراة، وكان يمكن هي مطلب من مطالب الجماهير في وقت من الأوقات. شايف ان ممكن كروش يستجيب لمطالب الجماهير تحديدا فيما يخص زيزو وقفشة ويلعب بحد بيهم؟ لا نهائيا. أولا كارلوس كيروش مدير فني عنيد جدا، رأيه من دماغه ما بيسمعش لحد، دي حقيقة. وأنا بشكل شخصي انتقدته كتير جدا في العديد من البرامج أو سمعكش. في ولا بيسمع حد ولا بيسمع كارلوس. ودي يعني إحدى ميزات كارلوس كيروش كمدير فني محترف، إن هو حتى كان بيدي تعليمات للجهاز الفني ما تسمعوش الصحفيين لما يسألوكوا عن قفشة وليه استبعدنا محمد شريف وليه جبنا فلان، ما تردوش على ده رأينا احنا. ده العند والثقة دي اللي بيكلم بيها كيروش نتيجة يعني نقول ايه السي في بتاعه، المدرب الوحيد اللي صعد 4 منتخبات لكاس العالم، فعنده ثقه. الراجل بيلعب على ارضيه ثابته مدرب الوحيد في العالم بالظبط يعني لا وواثق هو بيعمل ايه، عنده ارضيه ثابته خلاص وعارف اللي هو خلاص انا واقف على الارض ثابته وعارف انا بعمل ايه، فسيبوني عشان اقدر ان شاء الله اللي انا احسم المباراه او اقدر اللي انا اوصل لكم كاس العالم. ويمكن ده اول تصريح قاله كيروش لما جه يعني تولى قياده المنتخب، ف نديله فرصته برضه وعمل حاله تجانس. بص هو برافو عليك استاذ احمد لسبب بسيط جدا. انا كنت يعني على رغم انتقاداتي لكارلوس كيروش في سلبياته بس بالشكل ده، الى ان انا كنت بقف معاه في نقاط هو عملها ايجابيه لمنتخب مصر ما حصلتش قبل كده. واحد قضى على زمن المعلمين في منتخب مصر، ما بقاش في معلمين في منتخب مصر ولا كبار في منتخب مصر. لما بتيجي تعمل قائمه ما بقتش عارف خلاص لعيبه الاهلي والزمالك اللي جايين الاسماء ايه، لا ده انت بتلاقي قفشه بره، بتلاقي محمد شريف بره. صحيح. بتلاقي اسماء هو وحيد اللي مقتنع بيها. ده واحد. اتنين عندك وجوه جديده ما كانتش تحلم ولا انت تحلم انها تبقى متواجده في منتخب مصر. لما تلاقي حد زي مروان داود اللي بنقول له سلامات جاله صليبي لعب في نادي الشمس وراح لامبي بعدها لعب 4-5 مباريات، كارلوس كيروش ضمه، مروان حمدي مهاجم سموحه اللي هو مقتنع بيه وبالفعل اصبح هو هداف يعني خلاص هو عمل اللي عليه. بس خلينا بس عشان احنا عندنا موجز وانا عارف ان بسانت عندها سؤال بتحبه قوي. توقعاتك سريعا. لا توقعاتي النهارده ان شاء الله التاهل باذن الله ان شاء الله، لكن توقعاتي للمباراه نتيجة. من الممكن ان شاء الله يعني من الممكن الله. تنتهي بدون اهداف لان ده شفناه السيناريو ده في كاس الامم الافريقيه. صحيح. في النهائي منتخب مصر قادر ان هو يضحك على السنغاليين ويطلعهم 0-0 بره المباراه او انك انت تتعادل 1-1 باذن الله. ان شاء الله هنفوز ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق والدعم لمنتخبنا الوطني. كلنا ان شاء الله النهارده على قلب رجل واحد، كلنا بنقول حاجه واحده بس، يا رب النصر لمصر. سامح سمير الناقد الرياضي بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ميرسي جدا واشكركم وبشكر الساده المشاهدين. شكرا لك يا سامح. مشاهدينا دلوقتي موجز لاهم واخر الانباء مع منى، اتفضل يا منى. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، والعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. من جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال المشروعات القومية العملاقة. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها تحقيقا لانضباطها ومنعا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، فضلا عن توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية على تجديد العقوبات سريعا ضد روسيا بما يشمل حظر النفط. وقال زيلينسكي في كلمته للشعب الأوكراني إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما أعقبه الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تكون فعالة وجادة بالنظر إلى أفعال روسيا حتى الآن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يتراجع عن إشارته إلى وجوب مغادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلطة. وشدد بايدن على أن تصريحه بشأن بوتين كان مبنيا على شعور شخصي بالغضب لا السياسة. في الوقت نفسه قال بايدن أن بلاده سترد إذا استخدم بوتين أسلحة كيميائية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أي لقاء مع بوتين يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه. وختاما، يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفا على نظيره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف، ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا، وذلك من أجل ضمان التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني.
نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح بحضراتكم، على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى رمضان على الأبواب، ومع يعني حلول الشهر الكريم دايما بنستعد لهذا الشهر المبارك بالعزومات والسفرة المصرية اللي دايما عارفين ان فيها إفراط الى حد ما في أصناف بقى لا حصر لها. يعني بتكتر دايما التخوفات من السفرة المصرية بسبب زيادة الوزن، بالإضافة لعدد من الأمراض المرتبطة زي الضغط وغيرها من يعني الأمراض اللي ممكن بتتسبب فيها الزيادة في الوزن. طيب بنسأل سؤال، إيه اللي احنا هناكله وإيه اللي احنا مش هناكله؟ ده السؤال الملح اللي يمكن كلنا بنبتدي سخنانين كده على بداية رمضان ونقول لا احنا هنعمل دايت ونلتزم وناكل كميات صغيرة، لكن للأسف على نص رمضان الموضوع ما بيكونش كده خالص، تحديدا مع وجود حلويات مرتبطة بالشهر المبارك تحديدا. طيب تفاصيل كتيرة قوي عن النظام الغذائي السليم ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، الدكتورة مها رادميس أخصائية التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، كل سنة وانتم طيبين والمشاهدين الكرام طيبين. هي رمضان مناسبة حلوة الناس كلها بتحبها، كلنا بيبقى فيها لمة. صحيح. بس هي اللمة بتبقى تحب الأكل يا بقى. بالضبط، هي دي المشكلة بقى، ناكل ايه؟ يعني ده السؤال الملح اللي دايما كلنا بنسأله ونقول خلاص احنا هنعمل دايت، ودايما الدايت مرتبط ايه؟ اول السنة، اول الاسبوع، لا ده في رمضان هيبقى فرصة حلوة اللي احنا هنخس فيه، وفعلا بنبتدي بباور او بنبتدي بطاقة وبنضعف، يعني يومين ثلاثة لا مش هنعرف نعمل كده وبنضعف قدام الاكل. اللي احنا نقدر اللي احنا نستخدمه او نلجأ ليه كنظام غذائي في رمضان ويخلينا نستمر حتى نهاية رمضان ونخرج بالحفاظ على الوزن او انقاص الوزن؟ هو سؤال مهم جدا طبعا. اولا كلنا بنبدا نقول بقى هنعمل ريجيم وهنخس. صحيح. ونضعف. بنضعف ليه؟ نوعيه الاكل اللي احنا بناكلها اللي هي مثلا ايه الحاجات الحلوه والنشويات والعزومه، والنهارده بقى انا هاكل جامد ومن بكره هبتدي، بيحصل اوفر ستيميليشن البنكرياس، يعني البنكرياس بيشتغل جامد عشان يغطي على الوليمه اللي احنا كلناها، فياخد كل الاكل ده يحول دهن ويخزنه. اوكي. فاللي بيحصل ان السكر في الدم يقل، لما السكر اللي في الدم يقل نجوع ونهبط ويا الحقوني، ده لا ده انا عاوز حاجه حلوه. فناكل فنزيد زياده، فيحصل ايه ان القصه دي تتكرر، فالبنكرياس بعد كده يبتدي اول ما نبتدي ناكل يفرز اللي هو بالعاميه يعني كميه كبيره قوي من الانسولين بقى يحضر نفسه، فكميه الانسولين تخلينا اكتر جعانين والجسم يخزن ونخش في دايره ما نعرفش نخرج منها ونبقى على طول بالتالي جعانين. عشان كده مهم قوي ان انا اخد بالي انا باكل ايه والكميه اللي باكلها قد ايه، واحاول افرمل نفسي بان انا لو تاخد بالك حضرتك ان كل الناس بياكلوا بسرعه قوي، يعني بنقعد تك تك كده بسرعه، لازم ناخد بالنا احنا نندغ. صحيح. المضغ في حد ذاته بيخلينا نشبع من نص الكميه، ان انا ابتدي بان انا باخد المشروبات الاول سواء كان الميه والعصير اللي هشربه، طبعا ناخد بالنا من كميه السكر، الشوربه، كل ده بيملى البطن ويعمل شويه كنترول على كميه الانسولين اللي الجسم بيفرزها. صحيح. ان هي دي الاساس، فعشان كده فاقدر احجم الكميه اللي انا باكلها، فبالتالي العمليه مش هتبوظ منا بقى وناكل جامد. نوع الاكل هو ده اهم حاجه. طيب رمضان معروف باليميش والبلح والكركديه والحاجات دي كلها، فزي ما حضرتك قلتي ان في الاول لازم بنشرب ميه او العصير وبعد كده الشوربه، فقره العصير دي في رمضان اصلا لوحدها ليها جزء يعني موجوده، يعني احمد ضحك لي دلوقتي شكله بياكل يميش كتير. لا مش بس انا بشرب، بس يعني قاعد اشرب كميه عصاير كتيره قوي، وعلى الاكل الاقي نفسي ما مش عارف اكل، مش قادر اكل. بس تستنى شويه وتلاقي نفسك بتاكل جامد. صح. في ناس بقى بتقول انه باليميش ده البلح عامه الرقم الفردي يتخن والزوج يخسس. اشمعنى؟ مش عايزه اعرف صحتها. هو مفيش. طب ما انا ممكن اكل الفردي مثلا 21 واحده، ما انا هتخن. لا مفيش حاجه اسمها كده. اولا هو طبعا التمر او البلح مفيد جدا، ده اول حاجه. ليه؟ طبعا لان هو سنه. ثانيا لان اللي بيغذي المخ
البلع السكر الجلوكوز هو ما بياخدش حاجه من كل الميكرو ده غير الجلوكوز. فاللي بيحصل ايه لما اكل 10 15 بلحايه انا زودت كميه السكر في الجسم جامد قوي. فاللي بيشتغل واللي هيستفاد البنكرياس انه هيفرز كميه عاليه جدا ياخد السكر ده. انما لما اخد 3 بس كميه قليله دي هتطلع هيبقى كميه الانسولين اللي الجسم يفرزها والبنكرياس يفرزها قليله، فاللي هيستفاد من السكر المخ. 3 مش 7 لان البعض بيقولوا 7. لا ما هي 7 بقت كميه كبيره اكتر من احتياجنا. يعني فكره الرقم الفردي كسنه كسنه في كميه قليله كميه قليله تمام. فكل ما بنقلل وانا بحجم كميه او بسيطر على مستوى ارتفاع السكر في الدم انا اللي ببقى كسبانه. تمام. بعد كده بيجي بقى نوعيه الاكل انا اكلها. يعني انا اكلت بلح وكلت عصير وابتديت بالحاجه وبالمكرونه او رز او الحاجات او العيش الابيض، طب ما انا كده بقى انت متخيل كميه الوجبه دي كلها الانسولين اللي داخله او السكر اللي داخله. تمام. وانا باكل الشخص يلاحظ ان هو بياكل الحاجات دي بقى بحس ان هو جعان جدا. ياه ده انا جعان، وانا كنت قادر اصبر ازاي على الاكل؟ هو مش كده، هو الانسولين اللي بيتفرز عشان يلحق على الواحد بياكله فبيجوع. فانا لو خدت بالي ايه نوع الاكل وكميه الموضوع هيتظبط. المشكله فيه لو انا عندي بقى مريض في البيت، سواء كان مريض ضغط مريض سكر او بري دايابيتك ما هو قبل السكر او عنده مقاومه انسولين او عندها تكيس مبيض، كل ده بيفرق جامد جدا. ومش بس بقى بياكل، ده بياكل وبعد شويه بقى نبتدي نروح للدكتور عشان اثار الاكل. دكتور مها، يعني عاوزين المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بقى يجيبوا ورقه وقلم كده ويكتبوا ورانا، ايه الوصفه المثاليه اللي انا اقدر اتناولها كاصناف متنوعه ومتعدده رضيت فيها، يعني اقول ايه الرغبه، رغبه الشبع او الجوع اللي موجوده عندي وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسي لكني ماشي على نظام غذائي سليم. تمام. هنبتدي الاول ان احنا ناخد بالنا من المشروبات. فاهم حاجه ان انا اخدها ان انا برضو الجسم محتاج لميه، الميه كميه مش محتاج الميه فيها سكر. فبنشرب الميه، بناخد البلح، ممكن البلح ده يبقى في ميه ويتشرب. بعد كده بنبتدي ناخد الشوربه كسوائل تهدي المعده، تهيئ الجسم. لان ما تنساش ان احنا هو عامل هو صيام رمضان، انا بشبهه بالظبط اللي هو الصيام المتقطع. متقطع بالظبط. ممكن اطلع مليانه تخينه وممكن اطلع خاسه لو انا خدت بالي من نوعيه الاكل. فدايما انا حتى بقول ان ايه رمضان 30 يوم، فمش لازم اكل الحاجات الحلوه كلها في يوم، كل يوم لو خدت حته انا هيكفي ال 30 وهعيد عليهم. تمام. عارفه يا دكتور هي الفكره في ايه؟ ان انا اكل بروتين. يعني اهم حاجه البروتينات ونوع والحبوب الكامله في الاكل بحيث ان انا اتغذى، يبقى الاكل غني بفيتامين بي 12، يبقى سهل الهضم، ده مهم قوي، يبقى فيه محتفظ. ايه بقى الاكل الغني بالبي 12 البي 12؟ سواء كان اللحمه، البقول، المكسرات، كل ده غني ب 12، وده مفيده جدا لانها مهمه عشان الاعصاب، مهمه عشان الجسم. طبعا في رمضان هي اكتر حاجه غنيه بيه اللحوم. ففي رمضان بيبقى فرصه، يعني حتى اللي هو ما بيجيبش بيبقى في الناس بتدي بعض ويبقى في تواصل بين الناس، فكل الناس بيبقى عندها فرصه انها تاخد الوجبات الغنيه ب 12. من نعمة ربنا علينا ان بي 12 بيفضل متخزن في الجسم لمدة سنة وسنتين لسنة. فالشخص اما بياكل في شهر رمضان بيقدر يحصل على الكمية المناسبة من بي 12. طيب يعني يا دكتور بصي عايزة اسأل حضرتك سؤال دلوقتي، حطي نفسك مكاننا. يعني احنا فكرة كل سنة في ترند جديد للكنافة والمش عارفة ايه ولا الكلام ده كله، ايه الكميات المناسبة من الحاجات دي برضو؟ دي مهمة جدا. مفيش لا هو بيختلف، يعني ما انا ما اقدرش اقول لك ما احنا هندوق، بس انا هي بتبتدي بهدوء دي. يعني صدقيني والله يا دكتور بتبتدي بهدوء. بهدوء يعني فعلا. انا خلصت الصينية وبدوق. أيوة. لسه. وفي ناس بتدوق تبص لها ايه ده يعني كملت ليه؟ لأن بيختلف حسب حالة الشخص، يعني مثلا في حد أنا ممكن أقول له أنت ممكن تدوق، ليه؟ لأن أنا عارفة كويس قوي إنه مش داخل في مشاكل في كمية الأنسولين. تمام. مش داخل، مش معرض انه يخش في سكر، ما عندوش مقاومه انسولين، فده ممكن يدوق. انما في حد اللي هو عنده مشكله مع كميه الانسولين وانس داء مش هيقدر يوقف. صحيح. فدي بتختلف. وبعدين مثلا بيختلف انت عاوزه تخسي ولا عاوزه وزنك يثبت ولا عايزه تتخني. فدي
لان مجرد ما بندوق احنا بنفقد السيطره. احنا اكيد بنتكلم على عايز يخس في الحاله دي يعني. يعني لو دقنا حته صغيره مثلا الحته انت لو تاخدي بالك ان احنا بعد اربع اطماط احنا ما بنحسش بطعم الاكل. ليه؟ لان بيحصل تشبع لخلايا التذوق اللي على اللسان، بس احنا متعودين لازم نخلص اللي قدامنا. فلو انا خدت بالي ان انا اكلت ببطء وخدت معلقه والتانيه والتالته بعد كده انا ما بحسش بالطعم. انا بخلص اللي قدامي. صحيح. فدي بتبقى مهمه قوي. طيب بمناسبه يعني اللي انا هدوء ومجرد ما باخد كميه صغيره ببتدي اللي انا افرط في الاكل او الاسنان. في بعض الناس وانا مش هخفي عليكي سرا يعني انا منهم اللي مجرد ما باخد يعني بيبقى عندي اراده قويه جدا انا هعمل نظام غذائي كويس وبعمل دايت. يوم الثاني الثالث قاعد في قاعده مع اصحابي في اي نوع من انواع النشويات، مش هقول لك سكريات بس كمان لا نشويات، مجرد ما انا اخدت النشويات بلاقي نفسي اللي انا فتحت ومفيش كنترول لعده ايام او بضعه اسابيع كمان مش عارف اوقف. فده اللي بيؤدي بعد لما كنت خسيت كيلو او اتنين في اول 3 4 ايام بلاقي نفسي زدتهم 5. تمام. فازاي اللي انا اقدر اللي انا اسيطر على دي؟ وفي البعض بيقول اللي انا النشويات مثلا ابدلها بدل الرز بفريك، هل ده صحيح ولا لا؟ تمام. الشخص اللي بيعاني من المشكله دي احنا دايما بنمشيه على الجلايكيميك اندكس اللي هو معدل ارتفاع السكر في الدم. ده البروجرامز دي هي دي الوحيده اللي بتناسبه، لان ده بيبقى عنده هايبر انسولينيميا، زياده في افراز هرمون الانسولين، بيبقى قابل انه بعد شهر يخش في سكر وعنده قابليه عاليه للتخزين. فوانس ده البنكرياس يقول ياه ده هيبتدي ياكل، نلحق نفسنا ونبتدي ايه نفرز كميه الانسولين. فده بيبقى مهم جدا جدا نوع الاكل اللي بياكله. بالظبط زي ناس ايه تقعد طول اليوم ما تاكلش فرحانه بالليل، ما تاكلش غير بالليل، فتيجي تاني يوم الصبح بقى بطنها مليانه مش قادره، لا النهارده انا هعمل رجيم، فتمنع الاكل خالص واضعف بالليل طول اليوم لغايه الساعه 6 5 وتاكل جامد جدا وتبقى دايره مش قادرين نوقفوا منها. ليه؟ برضو لان بينشطوا حاجه اسمها ستارفيشن بروتكشن ميكانيزم، الدايره اللي بتحمي الجسم من المجاعه. فعشان كده بنقول دايما ان ايه؟ ان لما انا بستشير طبيب متخصص هو بيدلني السكه اللي انا امشيها. يعني مثلا ايه؟ مش الهاي بروتين، الموضه في الرجيمات كتيره قوي. هاي بروتين. ايه هاي بروتين المتقطع ياما والكيتو كل يوم كل واتكنز ويوي، فكل ده بنسمع عليه. بس ايه اللي يناسبك؟ ايه اللي انت جسمك محتاجه هيجيب معاك نتيجه؟ هي دي اللي مهم، لان كمان نوعيه الاكل انا باكلها بتتحكم برضو في الشيب بتاع الجسم. يعني لما انا ما باكلش خالص، وخصوصا الناس اللي عندهم ارداف، تبص تلاقي الوش خس ومن فوق خس وفضل الجزء الارداف زي ما هو، او لو عملوا فعلا دايت زي ما حضرتك بتقولي وشهم يخس جدا وجسمهم يخس وكل حاجه بس شكلهم مش صحي. شكلهم مش صحي. واكم من الناس بتجيلي ان بعد ما خست وزنت اللي هي عايزاه الشعر وقع، الوش شكله مرضان، ابتدت تاكل تاني. فطبعا كل ده بيختلف. وبتبقى يعني فرصه شهر رمضان فعلا لو انا عملت نظام الصيام المتقطع الصح انا هطلع من رمضان خاسه وصحتي كويسه وباكل. يعني طيب حضرتك قلتي دلوقتي انه مهم ان انا اخد البروتين بتاعي والاكل اللي فيه بي 12 في الجو كمان. يعني خليني اقول لحضرتك انه كمان الجو متقلب، في ايام هتيجي حر قوي، في ايام بالليل هيبقى ساقعه شويه. الصح ان انا افطر على ايه عشان اخلي الجسم هايدريتد وفي نفس الوقت اخد من العناصر اللي انا محتاجاها وفي نفس الوقت ما اتاثرش بالصيام ما اجوعش يعني، وطبعا اخس لو انا عايزه يعني. تمام. نمره واحد زي ما اتفقنا الميه، التمر، السلطه كمضادات للاكسده وخصوصا في الجو الحر. والسلطه دي ممكن يتحط عليها قطع صدور فراخ، فاصوليا، عدس، فبقت قيمتها الغذائيه عاليه جدا. صحيح. بعد كده بنبتدي بالبروتين عشان نعمل فرمله للجسم عشان ما اجوعش. وبعد ما اكل البروتين، البروتين ده ممكن يبقى عدس، ممكن يبقى فول، ممكن يبقى لحمه، فراخ، اي نوع من انواع البروتينات، ممكن يبقى بيض. وبعدين ابتدي اكل الحاجه النشويه اللي انا هاكلها. يهمني ان انا اكل ببطء، اندو الاكل كويس، الكميات تبقى محدوده، يعني انا اغرف في الطبق بتاعي وخلاص. قبل النشويات يعني الفراخ او اللحمه او العدس او كده، قبل الرز والمكرونه. في السعاده هتبص تلاقي نفسك بتاكلي كميه النشويات قليله. تمام. الحاجه الثانيه ان الطبق بتاعي يبقى محطوط، لو انا حطيت الطبق قدامي وشفت الكميه هعرف ان انا اكلت. انما الناس اللي بتقول لك لا انا مش هاكل وتفضل تاخد قطمه، ما بيعرفوش هم اكلوا قد ايه، وتحس ان هي
يا عيني مظلومه ده انا ما اكلتش. بيوهم نفسه خلصت نص الاكل وما اكلتش. بمناسبه الانواع والاصناف الكتيره من انواع الدايت تحديدا، لو هنتكلم على الهاي بروتين باعتباره اللي هو الموضه اللي ماشيه، بمنع جسمي تماما هاي بروتين وكيتو، الاثنين دول هم الترند اللي طالعين دلوقتي. هو هاي بروتين كيتو اتكنز هم الثلاثه واحد. صحيح. لو هنصنفهم واحد واحد، الهاي بروتين تحديدا باخد كميه كبيره جدا من البروتين وبمنع نفسي تماما من النشويات، يعني تمام. في بعض الدكاتره بيوصفوا اللي هو امنع نشويات خالص وقطع، وانا بالمناسبه خضعت النوع من انواع ده تحديدا، بس وانس اللي انا رجعت ما بتعرفش ترجع تاني. طبعا ما بعرفش ارجع تاني وبحس ان انا فقدته بقى ضعف. بالظبط كده. فهل صح ان انا امنع جسمي تماما من النشويات ولا بكميات قليله؟ طبعا غلط جدا، لان النشويات دي اللي هي بتدينا طاقه نمره واحد. الجسم بناخد بروتين بيبتدي لما ما نلاقيش يبتدي يحول، بس الهاي بروتين فيه مشكله في ايه؟ اولا بيعمل هشاشه لانه بيمنع امتصاص الكالسيوم. نمره 2 بيعلي اليوريك اسيد. نمره 3 لو انا عندي مشاكل في الكلى، انا جالي حالات جالهم فشل كلوي. يا ساتر. بسبب الهاي بروتين، وناس جالهم واليوريك اسيد عالي جدا. فكمان مش اي سن بنمشي فيه والفتره محدده، انما الجسم محتاج لكل انواع الاكل. ممكن انا اتفادى ده ايه؟ يعني في ناس كمان اللي هي في الوراثه وراثيا في عندهم امراض قلب او كوليسترول، خلصوا الهاي بروتين والكوليسترول العالي، ركبوا دعامات. دي اكم من ناس كتيره جدا حصل لهم كده. فعشان كده لازم لما اجي اتبع بروجرام بيبقى لفتره محدده، بيبقى تحت اشراف طبي، وخاصه الرجيمات الموضه. انا بقى تحديدا عاوز احط 1000 خط وخط تحت اشراف طبي، لان احيانا انا شفت بس انت ايه ده، الله انت خسيتي، اديني النظام بتاعك اللي انت مشيتي عليه وامشي على نفس البروجرام اللي هي مشيت عليه، والاقي نفسي بتقولي بجد فشكرا. والاقي نفسي اللي انا مش مستجيب جسمي لنفس النظام الغذائي ومعاند وبتضر صحيا. فهنا لازم اللي انا اخضع لاشراف طبي علشان اعمل نظام غذائي، يعني في نوع من انواع الحميه لجسمي قبل ما انا اخس. صح تمام. لان لما بنيجي نخس احنا بنخس عضل وده، طب لما بندخن دهن بس. عشان كده زي ما حضرتك بتقول كده، لما بنخس مثلا 5 كيلو لما نزيدهم بيبقوا 10. ليه؟ لان اولا الحرق قل، ثانيا العضله اللي هي آلية الحرق قلت، فالجسم عنده شراهه للتخزين اكتر والحرق بيقل. طيب. فدي مهمه قوي قوي. لسه مكملين الكلام مع حضرتك يا دكتور مها، لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكي باقي فقراتنا. يعني نصيحه كل حد مقدم على شهر رمضان باراده قويه، تابعوا الفقره دي لانها فقره مهمه جدا مع الدكتوره مها رادميس، لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم الكلام. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه متواصلين في فقرتنا مع الدكتورة مها رادميس أخصائية التغذية العلاجية. دكتور مها، يعني طولنا على حضرتك، احنا اسفين يعني، بس عاوزين نعرف سريعا بقى ايه الوصفة اللي يقدر يمشي عليها كل السادة المشاهدين علشان ما يخسروش، يعني او ما يزيدوش، مش عاوزين نخسر دلوقتي، لا ما نزيدش. تمام. يعني الثبات اضعف الايمان. علشان ما نزيدش. وفي على فكره برضو الناس نحيفه بيبقى عندها مشكله جامده جدا، فمفروض فتره يعني بيبقى عندهم صعوبه في رمضان ان هم يزيدوا كمان، فدي بيبقى مشكله. بس عشان ما نزيدش، نمره واحد نسيطر على الدقيق الابيض. مش هقول اكتر من كده. يعني مثلا العيش يبقى العيش البلدي ده بتاع الدوله الحلو ده. هو ده. اخد العيش في السحور بس، وجبه الافطار يبقى عليها صنف واحد نشويات. في السحور قبل النوم؟ ده في ناس بتقول لا بدري. لا، وجبه السحور بناخد فيها العيش البلدي. بس العيش بقى ماخدوش في وجبه الافطار. في الافطار هيبقى حاجه نشويه، سواء كان مكرونه، رز، الفريك. الكميه تبقى محدده، يعني هاخد مكرونه، ياخد رز، مش لازم كل انواع تبقى مره واحده، حتى ولو كانت على السفره. تمام. زي ما اتفقنا ان احنا هنبتدي بالسوائل عشان نملى البطن والمعده تهدى، لان ما ننساش كمان ان الجهاز الهضمي كان بقاله كام ساعه ما بيشتغلش ومريح بقى، فما ينفعش فجاه يلاقي تيك كده في وشه حاجه حلوه. الحاجه الحلوه دي بالظبط زي انت نازل البحر ولقيت موجه جامده جدا خليتك
بالظبط كده الحاجه الحلوه بتعملها في جسمنا، فلازم ناخد بالنا. هناخد وجبه الافطار، نبتدي بالسوائل، نبتدي بالشوربه. السلطه مهمه جدا لانها غنيه بمضادات الاكسده اللي هتحمينا من اللي احنا هناكله. المقليات ما تبقاش كل يوم، المقليات انا بفقد القيمه الغذائيه جدا اللي بتاعت الاكل، يعني زي البطاطس المقليه انا بشيل كل الفيتامينات والمعادن في القشره وبقليها عشان اخد كل الزيوت المهدرجه اللي هي مضره واكلها، فتكون النتيجه الكبد الدهني. ناخد بالنا كمان من بعد كده يا قليه يا نشويات. احنا عندنا 30 يوم يعني هنقعد نستعرض فيهم اللي احنا عايزينه، انما لو انا هاكل حاجه من اللي انا بشوفها في برامج التلفزيون لازم تبقى الكمية محددة. ممكن نقول مثلا ناخد فنجان شاي نملاه ماشي، تبقى حاجة كده معقولة. وزي ما اتفقنا الحلويات مش كل يوم، مفروض ان النشويات بتبقى قد الكف، تمام؟ العيش بيبقى قد الكف، كل واحد بايده بقى هو حر. يعني دكتوره مهد رادميس يعني علامه من علامات التغذيه في مصر عامه. كل الشكر ليكي على المعلومات دي كلها، وبنتمنى ان احنا نتبعها واكيد الساده المشاهدين عشان يبقى عندنا يعني او مش بس نخسر وزن لكن كمان صحتنا تبقى كويسه ونبقى شكلنا لطيف وعاجبنا. كل الشكر ليكي دكتوره مها رادميس اخصائيه التغذيه العلاجيه. مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مرة تانية برحب بحضراتكم، ومع دخول الشهر الكريم في كمان مؤسسات تانية بتكون ليها استعدادات كبيرة، وزي طبعا وزارة الكهرباء لأن بيكون في استهلاك زيادة عن باقي الشهور، عشان كده وزارة الكهرباء بتقوم برفع درجة الاستعدادات في كل القطاعات المعنية، وده طبعا بالتزامن مع أعمال الوزارة الأخرى المستمرة طول شهور السنة من إنشاء محطات وإضافة جهود للشبكة وخطط للربط الكهربائي وغيرها وغيرها من الملفات المهمة. هنتكلم بقى النهاردة عن هذه الملفات مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، كل سنة حضراتكم طيبين والجميع بخير وسعادة إن شاء الله، ويكون شهر مبارك إن شاء الله. وحضرتك بألف خير. يعني طبعا الشهر الكريم ليه استعدادات خاصة به لأنه بيبقى بطبيعة الحال شهر مختلف عن بقية السنة. حابين حضرتك تكلمنا عن استعدادات وزارة الكهرباء لطبعا استقبال الشهر الكريم. واحنا زي ما حضرتك اشرتي الكهرباء على طول احنا على طول مستعدين، يعني طول السنه يعني الكهرباء ما احنا كمواطنين ما بنقدرش نستغنى عنها يعني. فبالتالي كان في استعدادات قبل كده او في مجهودات تمت، الطفره الكبيره اللي تمت ده مردوده ده اللي احنا بنشوفه في سواء في رمضان او في الصيف او في المواسم اللي بيبقى فيها زياده في الاستهلاك. الحمد لله عندنا من الانتاج الحمد لله اللي يغطي كل الاحتياجات، وفي احتياطي محترم كويس جدا. يمكن الصيف اللي فات كان اقصى حمل وصلنا له تقريبا ما يقرب من حوالي 34000 ميجا، كان اول مره يوصل الاستهلاك دوت، وبالرغم من كده كان في احتياطي بيصل لحوالي 12000 ميجا. صحيح. فبالتالي احنا الحمد لله عندنا من الانتاج ما يلبي كل الاحتياجات، ما فيش تخفيف احمال. على مستوى شبكات النقل وشبكات توزيع الكهرباء اللي تم برضه في الفتره اللي فاتت ديت، المردود بتاعه ايجابي كبير جدا جدا في استقرار التوزيع الكهربائي. اي نعم في بعض المناطق في شبكات توزيع ما زال محتاجه شغل، ولكن اللي تم يعني ادى الى استقرار كبير جدا. ده كمان بيتزامن يعني المواسم دي بتتزامن مع برامج الصيانه، يعني في بعض البرامج الصيانه اللي سواء على مستوى شبكات نقل الكهرباء، على مستوى الانتاج، على مستوى التوزيع، علشان نتاكد من جاهزيه المهمات الكهربيه، كمان في نفس الوقت علشان ان تبقى ما فيهاش اي مشاكل، وفي نفس الوقت دي طبعا البرامج دي خلاص الحمد لله تمت، بالاضافه الى بقى زي ما حضرتك اشرتي الجزء الخاص بالمتابعه وغرف العمليات اللي بتتابع الموقف اول باول. عندنا فرق طوارئ موجوده على مدار 24 ساعه، رجال ومهندسين وعمال كهرباء كلهم بيبقوا على اتم الاستعداد في الانتقال لو في اي عطل او في مشكله. احنا عندنا اليات كتير للتواصل مع المواطنين، اشهرها اللي هو رقم 121، ده خط ساخن على مدار 24 ساعه. ده ليه؟ سواء بالنهار قبل الفطار، بعد الفطار، بالليل. 121 ده الخط الساخن بستخدمه في ايه؟ في حالات ايه؟ قطاع طيار الكهرباء فقط ولا لا؟ 121 ده بيستقبل بلاغات كتير جدا واستفسارات، يعني اولا بيستقبل البلاغات من الشكاوى حتى لو شكاوى الفواتير، بيستقبل الشكاوى ديت، بيستقبل الاعطال، بيستقبل الاستفسارات، بيستقبل حتى الابلاغ عن سرقات تيار كهربي.
يعني برضو بالمناسبة طبعا احنا يعني بنشوف طبعا في شهر رمضان بعض الـ 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 يعني الأنوار بتاعت الزينة بتبقى فيها تعديات وفيها يعني سير التيار الكهربي. احنا 121 برضو بتستقبل البلاغات اللي هي سير التيار الكهربي، بتستقبل برضو البلاغات خاصة بي عن عملية الإنارة، رغم ان عملية الإنارة لا تتبع الكهرباء مباشرة وتتبع المحليات والتنمية المحلية، ولكن في تنسيق ما بين الأجهزة وبعضها بيتم الابلاغ على طول للاجهزه المتابعه. بالاضافه الى يمكن ده كان في الماضي يا دكتور، يعني نكون برضو منصفين، يعني فكره اعمده الاناره اللي كنا بنشوفها يعني في حاله اضاءه في النهار وبالليل مطفيه، يعني ده كان في الماضي، لكن حاليا الحمد لله ما بقاش عندنا ده. والله يا فندم هو طبعا هذا كلامك مظبوط جدا، ولكن برضو يعني في بعض الاماكن ما زال ساعات بتحصل فيها القصه ديت وبيبقى فيها شكوى، ولكن عشان كده احنا عملنا ال 121 ده علشان استقبال الجزئيه دي. كمان في آلية للاستقبال برضو البلاغات والشكاوى عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء. نعم. طبعا احنا بنطور الخدمات الإلكترونية بصفة عامة، سواء بالنسبة لتقديم الخدمات للتواصل، فطبعا المنصة الإلكترونية ديت مرتبط بيها تطبيق برضو إلكتروني اسمه خدمات الكهرباء الذكية، من خلاله برضو ممكن أول حاجة التقديم على كل المتطلبات بتاعة سواء من بداية التوصيل تيار الكهربي، العداد، كل ما حتى الإبلاغ عن قراءة عداد، صورة عداد، كل الحاجات دي كلها موجودة، بالإضافة إلى البلاغ عن لو في بعض الانقطاعات ولا حاجة برضو عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء. طيب حضرتك اتكلمت عن النسب أو استهلاك المواطنين للكهرباء، حابين نعرف الزيادة بتبقى عاملة إزاي في الشهر الكريم؟ هو احنا عندنا أوقات الذروة يمكن كلها معظمها في بعد المغرب، ده يمكن حتى بخلاف بعض الدول العربية، يمكن مثلا في السعودية أوقات الذروة بتبقى وقت الظهيرة، احنا عندنا احنا بتبقى بعد المغرب. طبعا في شهر رمضان بتبقى بعد المغرب الكل بيبقى متجمع، بيبقى استخدام كبير. هنا يعني انا عاوز اقطع حضرتك يا دكتور ايمن، لان وفقا لتصريحات هيئه الارصاد الجويه وزميلتنا منى الشرقاوي يعني المتخصصه حاليا بقى في الفقره دي تحديدا، يعني ان شاء الله هيكون شهر رمضان ده وفقا برضو للتوقعات الفلكيه هيكون يوم السبت، وهيكون في ارتفاع في درجات الحراره هتوصل ل 38 درجه مئويه. فالارتفاع ده احيانا هيخلينا الصبح خلاص فصل الصيف دخل كده مفيش تكييف. يعني بالظبط، فالارتفاع ده مع الصيام زي ما قلت، بس انت هيكون في تكييف مش بقى بعد المغرب، التكييف من الصبح عشان يعني الدنيا تبقى هاديه على الصايمين. فازاي اللي احنا نوصل لحاله الاستخدام المثلى للكهرباء في رمضان سواء كان صباحا او مساء؟ هو بس يا فندم هو بالنسبه لنا احنا مستعدين لاي كهرباء في احتياج ليها، ولكن النقطه حضرتك بتكلم عليها دي مهمه جدا بالنسبه لضبط الفواتير، الفاتوره نفسها بالظبط، علشان ما فاجئش ان في اخر الشهر ان القيمه بتاعه الفاتوره تعدت الميزانيه بتاعتي، فده مهم جدا. مهم جدا. طبعا مهم جدا. حضرتك هتقول لنا بالظبط بقى الموضوع ده؟ لا هو طبعا احنا كلنا كمواطنين في يعني الميزانيه بتاعتنا بتبقى ليها حاجات كتير جدا، يعني متطلبات كتير، وفي شهر رمضان بالذات بيبقى لها متطلبات، يعني فالفاتوره بالفعل ليها حيز يعني مهم في الدخل بتاعنا. زي ما حضرتك اشرت، لو انا هستخدم التكييف مهم قوي ان انا اتاكد من صيانه التكييف كويس، يعني الفلاتر الصيانه تكون هو يكون كويس مظبوط، الترموستات مظبوطه، كل الحاجات دي كلها. الحاجات دي لو مش موجوده هتعلي الفاتوره؟ لا، هيبقى التكييف او الضغط هيبقى مستمر، هيبقى مش شغله مش هيبقى هيبقى استهلاك بتاعه عالي. بالاضافه الى درجات الحراره اللي انا بظبطها عليه، يعني كم بقى الدرجه دي؟ لان فيها قوانين كتير 23 يعني. اكتر 24 من 25 في الحدود ديت، يعني ما نقلش عن كده، لان يعني في بعض الناس بتبقى يقول لك انا هعملها على 18 بالزبط. وبعدين في نفس الوقت ابقى قاعد وبرضه ايه متكلفت قاعد ومتغطي. طب انا يعني انا مش مستحمل درجه الحراره ديت، وبعدين هي مجرد الواحد يبقى الجو لطيف، وده الهدف من التكييف. بالاضافه الى جزء برضه خاص بالتكييف التهويه، او بمعنى تاني التسريب التبريد ده، يعني مثلا الابواب الشبابيك الحاجات دي كلها، يبقى المكان بيتبرد وفي نفس الوقت الهواء البارد ده بيطلع بيتسرب، وبالتالي بيفضل شغال التكييف على طول. الحاجه المهمه برضو بخلاف بقى التكييف كمان الاجهزه بصفه عامه. طبعا احنا الاجهزه دلوقتي او استخدام الكهرباء
بقى يعني كل حاجه في البيت بقت بالكهرباء، الميه بالكهرباء، ادوات الطبخ بقت بالكهرباء، كل حاجه بقت بالكهرباء. المهم قوي الحاجات اللي بتسخن اخلي بالي منها كويس جدا. يعني الافران الكهربيه، الغلايه بتاعه الميه بتاعه الشاي، الكاتل والمايكرويف والحاجات دي فعلا الناس ممكن تنسى الميه فتسخن تاني الكاتل ولا ويملى الكاتل بكميه كبيره جدا على الاخر وهو عايز كوبايه واحده، فبالتالي انا استهلكت كهرباء كتيره صحيح. جدا علشان في الاخر ما استخدمتش الا جزء بسيط صح. بالاضافه الى السخان برضو، السخان الكهرباء مهم قوي ان انا ما اشغلوش قبل، يعني ما بقاش طول اليوم شغال بس هيبرد ويشتغل تاني ويسخن تاني، فقبل ما استخدمه بحوالي مثلا ربع ساعه نص ساعه هيوصل درجه حراره اللي انا محتاجها، خاصه ان انا ما بقاش مش هستحمل برضه درجه حراره بتاعه السخان زي بتاعه التبريد بالظبط. الحاجه تغيير انماط السلوك بالظبط، يعني انا لو غيرت في انماط السلوك هقدر ان انا استفيد بالخدمه المقدمه وفي نفس الوقت اقلل شريحه الكهرباء الخاصه بي. وطبعا اهم حاجه الحاجه اللي بتعملها كل ام واب مصري اصيل ان نقفل النور ورانا واحنا خارجين من اي مكان، حتى لو رايحين حتى مشوار صغير لغايه المطبخ مثلا نقفل نور الاوضه ونرجع تاني. هو من ضمن العادات اللي احنا بنشوفها مثلا في البيوت ان بتلاقي مثلا كلهم في رمضان متجمعين في كلهم في مكان واحد وتلاقي الشقه كلها منوره يعني هم مش مستخدمينها ولا منوره باهلها اللي قاعدين مش لازم نفتح كل لا حاجه تانية كمان التلفزيونات والاجهزه الكهربائيه اللي انا مش مستخدمها كون ان اطفيها بالريموت كنترول ده بيبقى برضو الكهرباء شغاله ليها صحيح. فأي جهاز كهرباء أنا مش محتاجه مش مستخدمه أشيله من مصدر الكهرباء دي بقى بتفرق يعني بالتأكيد بتفرق في إيه؟ معلش عشان أنا عندي برضو خناقات كتيرة قوي في البيت بسبب الجزئية دي هتفرق في إيه لو أنا حاطط على سبيل المثال فيشة المايكرويف وأنا مش مشغله هو ما فيهوش لمبه او ما فيهوش مصدر اضاءه او طاقه ممكن ما يبقاش منور فازاي بيستخدم الكهرباء ممكن ما يبقاش منور في لمبه مثلا مش منوره بس هو ريدي هو على 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 الاستعداد بتاع ان انت تشغله دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي برضو مهمه قوي بنلاقي مثلا ساعات ان بيبقى بيحصل يعني لا قدر الله ماس بيحصل اي مشكله يحصل ده بالنسبه للخطوره كمان كضرر يعني فبالتالي هو لو هيستهلك جزء بسيط جدا وتخيل بقى ان كذا جهاز متوصل بالكهرباء ده جزء بسيط وده جزء بسيط وده جزء بسيط جمع في الاخر فهيجمع بالاضافه الى الخطوره لان في حالات كتير جدا من اللي بيحصل فيها يعني لا قدر الله بيحصل فيها حريق وحاجات كده نتيجه ان مثلا الـ الـ الكاتل ما انا مش مشغله بس انت سايبه في الكهرباء حصل ماس او حصل شورت او حاجه وراح موصل يعني يا دكتور ايمن انت بتدينا كده زي روشتة ازاي اقلل بيها فاتوره الكهرباء اخر الشهر الحقيقه كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي يمكن بيهيفير كده كلنا بنعمله غلط جدا يعني انا من الناس اللي بسيب على طول الفيش موجوده في مصدر الكهرباء ما هي ديت عادات احنا يعني متعودين عليها وزي ما حضرتك اشرت هي محتاجه تغيير للسلوك اللي موجود بالظبط إضافة إلى جزء برضو مهم طالما بنتكلم على حاجات اللي بتستهلك الغسالة الفول أوتوماتيك الغسالة دي برضو فيها برامج للتسخين فيها برامج اقتصادية وفيها برامج لو أنا مش محتاج البرامج اللي هي بتسخن كتير قوي ديت فمش محتاج بالتالي مش محتاج إن أنا أشغلها أجمع الكمية اللي أنا محتاج أغسلها بتبقى مرة واحدة زي نفس المبدأ برضو في المكوى هو حتى كمان المانيوال بتاع أي نوع من أنواع الملابس بيقولك لا ما تتعرضش لدرجة حرارة عالية فعلشان كده يعني للاسف برضو في سلوك خاطئ عند بعض يعني السيدات تحديدا برضو مش عاوز اقول ان انا اكون متحامل لا عندنا ان انا اغلي الحاجه او اللي انا اديها عشان ما تزعلش من السيدات لا بس احنا في شهر المراه لسه يعني اللي انا اديها درجه حراره عاليه يعني اعتقاد ان هي كده بطهر الملابس او اللي انا بتنضف اكتر يعني فده يعني خاطئ تماما هو عاوزين نروح لملف تاني في غايه الاهميه يعني بس هنكمل مع حضرتك النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها نروح لملف بقى فكره الربط الكهربائي هو يعني نهايه هو اهم حاجه ان الواحد الاجهزه اللي هو او الحاجات استخدم الكهرباء فيما يعود علينا بالنفع والاحتياج اللي انا محتاجه بخلاف كده يبقى انا اقلل الاستهلاك بتاعي ويمكن برضو عايز اقول لحضرتك بالمناسبه يعني موضوع العدادات اللي هي اللي بالكارت دي الاساس بتاعها هو كمان ضبط الاستهلاك بتاع المواطن يقدر يتحكم في الاستهلاك ويبقى عارف الاستهلاك بتاعه اول باول دي من ضمن المميزات اللي هي برضو من العادات اللي مسبوقه ده. طيب دكتور ايمن عاوزين نروح لملف بقى في غايه الاهميه لان الحمد لله في مجهود كبير جدا
ممثل في وزارة الكهرباء، وقدرنا ان احنا نوفر كهرباء. لو رجعنا بالذاكرة زمان كده كان عندنا يعني ايام يعني ربنا ما يعودها يعني علينا الحمد لله. بالضبط يعني الحمد لله قدرنا ان احنا ننتصر في هذا الملف زي ملفات اخرى كتيرة انتصرت فيها الدولة المصرية، واصبح عندنا فائض في احتياجاتنا من الكهرباء. الفائض ده اصبحنا ان احنا بنصدره في هيئه الربط الكهربائي ما بيننا وما بين الدول العربيه. يمكن كان في اجتماع مهم لدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مع وزير الكهرباء والطاقه اليوناني، عاوزين نعرف ايه اللي تم فيه من تفاصيل بخصوص ربط الكهرباء ما بين مصر وقبرص واليونان، وايضا في ربط للبنان والسودان وغيرها من الدول العربيه الشقيقه. هو الحمد لله زي ما حضرتك اشرت، هو فعلا الطفره الكبيره اللي تمت في 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 مجال الكهرباء والطاقه في مصر، والرؤيه المستقبليه الواضحه والتخطيط السليم العلمي، ده اللي خلى ان مصر بقت يعني فعلا زي ما سياده الرئيس كان بيرى مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه، سواء زي ما حضرتك اشرت بالربط الكهربي او مجالات اخرى. فمجال الربط الكهربي ده متطلب ان هو يكون عندك احتياطي كويس، صحيح، وعندها تكون شبكات نقل الكهرباء تكون قويه لان هي دي بتستخدم في الربط الكهربي، وعندك تنوع في مصادر انتاج الطاقه. مظبوط جدا، ودي نقطه مهمه جدا. يمكن احنا في مخطط واضح جدا او استراتيجيه لمزيج الطاقه لغايه 2035 وبيتم تحديثها بحيث ان يبقى الطاقه المتجدده توصل ل 42%. طب ده مربوط او ليه علاقه بالربط الكهربي؟ مظبوط. ليه؟ لان مثلا الربط مع اوروبا من خلال قبرص واليونان، ويمكن زي ما حضرتك اشرت يعني في اجتماعات متبادله ما بين وزراء الطاقه او الكهرباء ما بين او في الثلاث دول، علشان خاطر ان اوروبا مهتميه جدا بالحصول على الطاقه خاصه من الطاقه المتجدده المصادر المتجدده. مصر الحمد لله عندها امكانيات كبيره جدا بالنسبه للطاقه المتجدده، وصلنا دلوقتي تقريبا حوالي 20% من الحمل الاقصى، متوقع السنه الجايه ان شاء الله نصل الى قدرات من القدرات من الطاقات المتجدده تقريبا حوالي 10000 ميجا. الربط الكهربي احنا مرتبطين كهربيا مع بعض الدول زي مع الاردن، زي مع ليبيا، زي مع السودان، والثلاث خطوط شغالين او في دراسات وفي مجهودات بتتم لزياده القدره دي. في مشروع بيتم تنفيذه حاليا مع المملكه العربيه السعوديه لتبادل حوالي 3000 ميجا وات حسب اختلاف اوقات الذروه. ايضا في مذكره تفاهم تم توقيعها مع قبرص ومع اليونان، ومذكره تفاهم ثلاثيه للربط برضو الكهربي مع الدول ديت علشان نربط مع الشبكه الاوروبيه. هناك ايضا مذكره تفاهم مع هيئه الربط الخليجي. كمان في نفس الوقت في مجهودات ودراسات ويعني اجراءات بعض الخطوات علشان برضو تلبيه احتياجات بالنسبه للعراق ولبنان بالنسبه للطاقه الكهربيه وتوصيل الطاقه اليهم من خلال الاردن. الربط اللي ما بيننا وما بين اوروبا مش هيبقى من مصر بس واوروبا، هيبقى كمان افريقيا كلها اوروبا، لان افريقيا عندها كميه كبيره وطاقات كبيره من الطاقات المتجدده، فبالتالي هيبقى المنفعه للكل، وبالتالي يبقى موقعنا بقى يربط ثلاث قارات، افريقيا واسيا واوروبا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. يعني الحقيقه طفره نوعيه احنا شفناها الفتره اللي فاتت في الكهرباء، يعني قعدنا فتره كبيره زمان شويه كان في عندنا مشاكل كتيره في الكهرباء، النهارده الحمد لله مش اي مشاكل، لا نعاني تماما من انقطاع الكهرباء. وكمان الروشتة الجميله اللي حضرتك اديتها لنا في ازاي نوفر الكهرباء عشان نوفر في فواتيرها، دي يمكن من الحاجات الجميله قوي. نورتنا الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، وكل سنه وحضرتك طيب والمصريين كلهم بالف خير. كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يعني نبارك لبعض بعد اللقاء اليوم بتاع المنتخب ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير وجميع المشاهدين بخير وسعاده ان شاء الله. شكرا دكتور ايمن. شكرا حضرتك. مشاهدينا زي ما تابعنا مع حضراتكم، دي كانت قصه من قصص النجاح اللي قدرت تنتصر فيها الدولة المصرية بسواعد أبنائها المصريين المخلصين، اللي قدرنا نتكاتف ونعدي الأزمة ويبقى عندنا فائض ونروح نصدر الطاقة المتبقية من خلال مشاريع الربط الكهربائي. في قصص نجاح كتيرة أكيد عملتها مصر خلال السبع سنوات الماضية، نوعدكم اللي احنا هنرصدها ونتابعها هنا في صباح الخير يا مصر. لكن للأسف خلصت حلقتنا، كنا معكم على مدار ثلاث ساعات من 7 صباحا وحتى 10 صباحا، وإلى لقاء في حلقة جديدة بيتجدد فيها اللقاء في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم.